يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. حلقة مهمة كالعادة، خصوصا ان احنا خلاص بنتكلم عن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر، وهي مباراة غاية في الأهمية وقمة الكرة المصرية في كل الأحوال، سواء بقى في السوبر او في اي بطولة تانية يعني. فبالتالي خلاص العد التنازلي بدأ لهذه المباراة، فهيكون الحديث مفصل وباستفاضة عن مباراة يوم الخميس. نتمنى طبعا فيها كل التوفيق للنادي الأهلي، ان شاء الله الفريق يقدر يرجع من ابو ظبي بالكاس بالبطولة، عشان تبقى البطوله رقم 12 في تاريخ النادي الاهلي في بطولات السوبر المحلي تحديدا، والثانيه لمستر ريني فايلر، والثانيه للجيل الحالي او الفريق الحالي من النادي الاهلي. فامر هيكون مهم جدا، الجمهور كله متشوق للبطوله دي والجمهور كله متفائل، وخصوصا ان احنا عندنا تحديات كتير جدا على مدار الموسم الاهلي بياخدها، خصوصا التحدي المحلي، بطوله الدوري، السوبر، عندك كاس مصر، والاهم بكل تاكيد بالنسبه لنا طبعا بطوله دوري الابطال الافريقي. فالاستعداد كلها على ما يرام، والفريق ماشي بشكل جيد جدا، والحديث هيكون مطول على مدار هذه الحلقه وكواليس استعدادات النادي الاهلي اللي هم طبعا في طريقهم يعني على وشك الوصول خلاص لابو ظبي بعد ما اتحركوا من القاهره في تمام الساعة الثانية ظهرا، وإن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق بإذن الله تعالى. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ أحمد عبد الباسط الناقد الرياضي الكبير، وهنتكلم معاه أيضا باستفاضة فيما يتعلق بالمباراة وفيما يتعلق ببعض الملفات المحلية الهامة جدا. في البداية تعالوا نشوف أهم العناوين. يلا. 24 لاعبا في قائمة الأهلي لمباراة السوبر. بعثة الأهلي تصل الإمارات ومران استشفائي للاعبين اليوم. وكرة خاصة لمباراة السوبر. وشوقي غريب يطالب الجنايني بحسم أزمة صلاح. أنا عايز أدخل في أجواء المباراة على طول، لأن خلاص أنت عندك إيه النهاردة الاثنين 3/4 وماتش يوم الخميس، فلازم كده إيه نعيش بقى الأجواء بتاعت ماتش الأهلي والزمالك، وتبقى دايما مباراة الأهلي والزمالك مباراة صعبة للغاية. الأهم إن شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الأهلي. فبالتالي النهاردة الفريق زي ما قلت حضرتك اتحرك من مطار القاهرة الدولي في تمام الساعة الثانية ظهرا، وعلى وشك الوصول بإذن الله تعالى لمدينة أبو ظبي عشان يبتدي استعداداته النهائية لهذه المباراة. اللقطات اللي قدامنا دي لقطات تحرك الفريق النهاردة من مطار القاهرة الدولي. التجمع كان مبكر شوية، كان في 8 ساعة العاشرة صباحا، وبعد كده وصلوا لمطار القاهرة قبل ما تتحرك الطيارة بساعتين. بالتالي مستر ريني فايلر يعني اختار القائمة الخاصة بمباراة السوبر. القائمة فيها كل لاعبي النادي الأهلي، كل اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي موجودين في القائمة دي، وده تحسبا لتغير الظروف مثلا أو لا قدر الله إصابات أو أي شيء. أنت كده كده كل اللعيبة ما شاء الله لا قوة إلا بالله جاهزة جدا، فيما عدا اللي تم استبعاده، يعني اللاعب الوحيد اللي تم استبعاده هو صالح جمعة. فيما عدا صالح الكل موجود والكل جاهز، سواء جاهزية فنية أو بدنية، بدليل أن مستر ريني فايلر بيغير في التشكيل على مدار المباريات اللي فاتت. فده أمر مهم جدا وأمر يحير أي منافس هيقابل النادي الأهلي خلال الفترة الحالية. بالتالي خليني أقول لحضرتك كل الأسماء اللي موجودة في بعثة فريق النادي الأهلي بتحديد قائمة الفريق. شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي في حراسة المرمى. خط الدفاع رامي ربيعة، محمود متولي، ياسر إبراهيم، أحمد فتحي، محمد هاني، أيمن أشرف، علي معلول. في نص الملعب حسام عاشور، عمرو السوليه، اليو ديانج، محمد مجدي قفشه، حسين الشحات، جيرالدو، جونيور اجاييه، رمضان صبحي، ومحمود عبد المنعم كهربا، ووليد سليمان. وفي الهجوم مروان محسن واليو بادجي واحمد الشيخ، بالاضافه طبعا كمان لمحمود وحيد المتواجد في خط الدفاع في اطار هذه القائمه اللي تم الاختيار او الاستقرار عليها بشكل نهائي. نتمنى لهم كلهم يا رب التوفيق، والتشكيل اللي هيختاره مستر فايلر بالبدلاء اللي على مدار احداث اللقاء ان شاء الله كلهم جاهزين لاسعاد جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طبعا زي ما حضراتكم عارفين المباراه يوم الخميس الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره، فرق التوقيت ما بيننا وبين ابو ظبي ساعتين، يعني هم سابقنا بساعتين، يعني لو مباراة الساعه 6 هنا بتوقيت القاهره هتبقى هناك الساعه 8 بتوقيت ابو ظبي. كمان خالد الدرندلي امين صندوق النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق الاول رتب واطمن على كل الترتيبات الخاصه باستقبال بعثه الفريق في الامارات ازاي، من خلال طبعا التواصل
مع الكابتن زايد عبد الحفيظ مدير الكره، وايضا الكابتن سمير عدلي اللي سبقوا البعثه بالامس ووصلوا امبارح، والترتيبات كلها جاهزه سواء فيما يتعلق بفندق الاقامه، فيما يتعلق بملعب التدريب. بالمناسبه الاهلي هيتمرن على الملعب الفرعي الخاص باستاد ابو ظبي، وايضا فيما يتعلق بالتنقل. يعني كل هذه الترتيبات تم التنسيق والاستقرار عليها بشكل جيد، والامور كلها وابو ظبي كلها في الحقيقه في اتم الاستعداد لاستقبال بعثه النادي الاهلي خلال هذه اللحظات. كابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي بالتالي هما اللي هيستقبلوا البعثه في المطار باذن الله، وبعد كده يروحوا على طول على الفندق الخاص بفريق النادي الاهلي هناك في ابو ظبي. اللي هيحصل ايه بعد ما يوصل الفريق؟ اللي هيحصل ان هيبقى فيه تدريبات استشفائيه في صاله الجيم الخاصه بفندق الاقامه اللي هيكون متواجد فيه النادي الاهلي. كان في اتجاه ان يبقى في مران قبل سفر البعثه النهارده، لكن تم الاستقرار في النهايه طبقا لرؤيه الجهاز الفني ان النهارده كمان ما بيبقاش فيه مران، ويبقى المران بس عباره عن تدريبات استشفائيه في الجيم. وبدايه من الغد ان شاء الله باذن الله تعالى الفريق يبتدي تدريباته القويه جدا على مدار 48 ساعه سواء بكره او بعد بكره قبل مباراه يوم الخميس باذن الله تعالى. نتمنى لهم يا رب يا رب كل التوفيق. مباراه طبعا صعبه جدا جدا. خلينا نتكلم ايضا على ان في كوره خاصه هيتلعب بيها مباراه السوبر، وده اللي تم الاعلان عنه من قبل محمد فضل عضو اللجنه الخماسيه بالاتحاد المصري لكره القدم، وتم الاستقرار عن الكوره طبعا من شركه كبيره جدا، شركه عالميه هي شركه بوما، والكوره دي عليها شعار السوبر وشعار الاهلي والزمالك، وهيتم طبعا لعب هذه المباراه من خلالها. وبالمناسبه هي دي الكوره اللي هيتم الاستعانه بها في ما تبقى من بطوله الدوري بدايه من الدور الثاني، وايضا بطوله كاس مصر، يعني هتبقى كره رسميه للدوري المصري فيما بعد، بعد طبعا ما تم الاتفاق مع الشركه اللي هتصدر هذه الكور، يعني هيتم توزيعها كمان على كل الفرق. ده فيما يتعلق يعني بمباراه الاهلي والزمالك. هي دي الكره زي ما حضراتكم شايفينها كده على الشاشه، عليها شعار الاهلي والزمالك، وايضا في جزء اخر من الكره يعني شعار السوبر المصري. شيء جيد في الحقيقه، واحنا كنا بنطالب دايما يكون في كره رسميه البدايه من خلال مباراه السوبر، والبدايه اصلا كمان ايضا في موضوع الفار بدايه من مباراه السوبر، وبعد كده ان شاء الله الفار والكره الرسميه هيكونوا من خلال الدور الثاني في مسابقه بطوله الدوري المحلي باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق باخر اخبار الفريق واستعداداته لمباراه السوبر. معانا مداخله يا جماعه ليه؟ طيب ماشي، خلينا اتكلم معاكم في بعض الامور الاخرى، وهنرجع طبعا نتكلم على موضوع السوبر ومباراه الاهلي والزمالك. لكن امبارح كنا اكدنا لحضراتكم ان في استعدادات وتواصل كبير جدا من قبل الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، وايضا وزير الشباب والرياضه ورئيس الاتحاد المصري لكره القدم، بخصوص نقل مباراه الاهلي وصن داونز من استاد السلام لاستاد القاهره. محاولات الحمد لله نجحت، وده تم الاعلان عنه من خلال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وخلاص المباراه باذن الله ما بين الاهلي وصن داونز يوم 29 من الشهر الجاري الساعه 6 مساء على استاد القاهره الدولي، مبدئيا بحضور 30,000. البعض بيتكلم عدد الجماهير، هيكون ايضا في محاولات لزياده عدد الجماهير. المحاولات صعبه شويه عشان اكون صريح مع حضراتكم، او يعني هيبقى في صعوبه ان العدد يزيد اكتر من كده، لكن في كل الاحوال المحاولات قائمه وان شاء الله يكون عدد اكبر، وخصوصا استاد القاهره لما يبقى استاد بحجم استاد القاهره لازم يبقى عدد الجماهير اكتر من 30,000 عشان حتى الجمهور يعني يساهم بشكل اكبر والعدد يكون افضل في مؤازره النادي الاهلي في مباراه صن داونز. انا عايز اقرب بقى من الصوره بخصوص مباراه الاهلي والزمالك في السوبر بشكل اكبر، ونروح للاستاذ والناقد الرياضي الكبير الاستاذ ايهاب الخطيب معانا على الهاتف من ابو ظبي. يا استاذ ايهاب مساء الخير. مساء الفل يا كابتن امير عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. اخبار حضرتك ايه؟ منورنا على شاشه القناه. كله تمام يا امير وزي الفل، وطبعا بشرة خير الخبر اللي انت بتقوله طبعا على وجود المباراه في استاد القاهره ب 30,000 متفرج. ان شاء الله كمان تزيد وتبقى الامور كويسه باذن الله. انا عايز اتكلم معاك بالتحديد بخصوص مباراه الاهلي والزمالك في السوبر، وهي مباراه مرتقبه وبينتظرها كل جماهير الكره المصريه، مش بس الكره المصريه، الكره العربيه كمان. فانا عايز اعرف منك الاجواء هناك في ابو ظبي والتناول الاعلامي الخاص بهذه المباراه بالتحديد الصحف الاماراتيه، بتشوف مدى اهميه هذه المباراه ازاي؟ خليني اقول لك ان الاعلام الاماراتي والصحف الاماراتيه والمواقع الرياضيه كلها تتحدث عن المواجهه المرتقبه ان شاء الله يوم 20، والعمل على قدم وساق لاظهار هذه المباراه في الشكل اللائق بها. ترتيبات كبيره جدا هنا في ابو ظبي
من دخولنا المطار للتواجد في اي مكان، الحديث عن مباراه السوبر. تم استقبال بعثه الزمالك بشكل جيد، ترتيبات بعثه الاهلي كلها ماشيه بشكل جيد، الانتقالات، وجود الملاعب. يمكن المشكله الوحيده بس اللي بتقابل جماهير النادي الاهلي تحديدا هنا ابو ظبي هي نفاذ تذاكر المباراه بالكامل. نفذت خلاص في مقاعد، ما فيش كرسي فاضي في مقاعد جماهير النادي الاهلي في المباراه. ودي اللي عامله يعني الناس كلها بتكلمنا وبنحاول نشوف لهم حاجه، لكن هي عدد النص الاستاد المخصص للنادي الاهلي ولجماهيره نفذ بالكامل. لطبعا رغبه كل جماهير انها تكون موجوده، وبالتالي دي الحاجه الوحيده اللي يعني ما لهاش حل حتى هذه اللحظه. كمان مجلس ابو ظبي الرياضي عامل تفاعلات رائعه مع الجماهير والدخول والمسابقات والاحتفاليه قبل المباراه، وكذلك يعني مفاجات كتير للجمهور من سيارات وموبايلات وبعض الامور الهدايا الخاصه اللي طبعا بتدي جانب من الحماس كده في الدخول. فكل الامور دي بشكل تمام. يمكن انا كنت موجود مع الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، تمام، اتكلم معايا بشكل كبير عن استعداد تجهيزات الفريق النهارده بعد ما هيوصلوا، يبقى في فك خفيف كده، في غلق كامل على الفريق، في طلبات معينه الكابتن سيد اختار مقر الاقامه بشكل معين. انت عارف الكابتن سيد دايما بيسبق الفريق، وليه طبعا مواصفات معينه، فندق يكون بمواصفات معينه، الامور فيه هاديه، الوصول ليه مستاهل، الاغلاق التام على اللاعبين في المرحله اللي فاتت، وكل الامور مجهزه بالشكل الامثل لبعثه النادي الاهلي. ده أمر مهم بكل تأكيد، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. لكن أيضا في كلام على أن في أزمة في التذاكر يا أستاذ إيهاب، وكلام من بعض الإعلاميين بخصوص هذه الجزئية، وبعض الأحاديث بخصوص مؤامرات وكلام من هذا القبيل. أنت موجود هناك، قول لنا الصورة بشكل أوضح يعني. لا هو طبعا ده كلام مضحك. مضحك لأن أنت عارف طبعا كلام مضحك، حتة أن في مؤامرة على الجماهير، وده يشتري وده يبيع والكلام ده. أي حاجة وفقا لمجلس أبو ظبي الرياضي ما بتتباعش غير أونلاين. تمام. احنا هنا بقى لنا يومين في ناس كتير مكلمانا على تذاكر. انا هكلمك بصراحه بالود وبالحب ويا جماعه وبعد اذنكم ونجيب تذاكر ده ونشوف تذكرتين لده والكلام ده. الكلام ده مش متاح خالص. تمام. على الاونلاين تدخل موجود، في مش موجود القصه منتهيه. طالما مش موجود على الاونلاين ما تسالش، ما تتعبش نفسك. فبالتالي كل بقى اللي بيتكلموا عن قصه ده مؤامرات والامور دي، يعني يا جماعه انا اتمنى للناس تبقى واعيه بشكل كويس جدا. ما نقعدش نرمي كلام معين كده على الفيسبوك وخلاص، وما نقعدش نقول كان يومين. الامور هنا مترتبه بالشكل الامثل. عدد التذاكر تم طرحها، ولكن كميه الاقبال على نسب التذاكر هي اللي ادت على البعض. البعض وكل الاحترام والتقدير لجماهير نادي الزمالك، برضه اكيد طبعا بيتكلم بقصه ان ال 40% من مدرجات الزمالك فاضيه والكلام ده. هذا واقع. واقع. يعني انت ممكن تعمل تجربه اونلاين دلوقتي على موقع الحجز على الهواء، اعملها، خش على موقع الحجز التذاكر للنادي الاهلي هتلاقيه كومبليت، خش على موقع التذاكر لجماهير الزمالك هتلاقي فيه. يعني الصبح النهارده انا اخر مره داخل عليه كان واصل ل 40% يعني لسه ما اتملتش. فبالتالي ده حاجات انت يعني مش محتاجه قصه المؤامره خالص، بالعكس هي كل حاجه اونلاين واضحه قدام اي واحد يقدر يدخل عليها. ولكن برضه مش عايز المهاترات دي تودي الناس لبعيد. المباراه مباراه محترمه بين فرقتين كبار، اكيد مش لازم احنا نحط توابل وحاجات مالهاش علاقه بالواقع. صح. الواقع بيقول ان دي تذاكر خلصت ودي تذاكر ما خلصتش. اللي عايز يقولها كده عايز، واللي عايز يقولها كده عايز، لكن اتمنى ان الامور تمشي بالشكل المظبوط. احنا عايزين نتمتع بمباراة كرة قدم كبيرة جدا. طيب عايز اتكلم ايضا على الفقرات اللي هتبقى قبل انطلاق المباراة، سواء فيما يتعلق بمباراة لقدامى لاعبي الاهلي والزمالك، ايضا فيما يتعلق بالحفل واللي هيقيم هذا الحفل الفنان اللي هيكون موجود. معلوماتك يا استاذ ايهاب. حتى هذه اللحظة طبعا في اكثر من يعني امر في الاحتفالية. اذا كان مباراة القدامى دي هتبقى تحت اشراف مجلس ابو ظبي الرياضي، قدامى لاعبي الاهلي والزمالك، ومن خلال اتحاد الكرة المصري، واللي تم التنسيق مع عدد من اللاعبين للقطبين اللي هيخوضوا المباراة دي بشكل استعراضي قبل المباراة. كذلك الحديث من الامس عن المطرب محمد حماقي اللي هو اللي هيكون موجود تمام.
في الاحتفالية. هذا كل ما يدور حتى هذه اللحظة قصة احتفالية المباراة. طيب انا بقى عايز استغل فرصه ان انت معايا على الهاتف واتكلم معاك بخصوص المباراه فنيا والمعطيات ما قبل هذه المباراه، سواء بخصوص فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي مع الترجي وبخصوص انتصارات النادي الاهلي المتتاليه في البطوله المحليه. كيف ترى هذه المباراه يا استاذ ايهاب من خلال رؤيتك الفنيه؟ انا عايز اقول لك ان طبعا فوز الزمالك بالسوبر الافريقي اكيد في دفعه كبيره، اكيد، واكيد بتدي اللعيبه معنويات كبيره جدا. في المقابل النادي الاهلي، وانا قلت يعني الكلام ده، انا خلينا اكون واضح معاك، اتكلمت امبارح مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي وصل امبارح الامارات، الكلام ده تحديدا قلت له انت بتختلف معاك في الفريق. قال لي بص، الزمالك كسب خد السوبر، الزمالك كانت غلط، تقديرنا واحترام فريق نادي الزمالك انك تلعب مباراه كبيره ما بيقلش ابدا ايا كان. قال لي مباراه بتبقى خارج التوقعات، مباراه بتبقى 90 دقيقه بتاخد فيها بطوله، اكيد وارد فيها كل حاجه، اهم حاجه يبقى التوفيق مع حلفك، الامور تمشي معاك بشكل كويس، لكن ما تطلعش عارف ظروف اليوم. لكن في الاخر قال لي انا كل ثقه في لعبتي وواثقين جدا جدا من الفوز في هذه المباراه. بصراحه كلام سيء كابتن سلام حجي، انا متفق معاه تماما، اكيد فعلا المباراه دي بيكون ليها ترتيب، ولكن هو ظروفك في اليوم، انت تركيزك عامل ايه في اليوم. خليني بقى اقول لك هنا اهتمام غير عادي في الصحف الاماراتيه، تمام، في كهربا ورمضان صبحي. الكهربا يعني البعض كاتب وبيقول ان كهربا ده هيكون كلمه السر في المباراه، وخاصه انه وصل للتوب فورم بتاعه في مباراه المصري وادى بشكل كويس، والساعات كتير من لياقته اللي كان فاقدها في الفتره اللي فاتت واللي اثرت على شكله الفني بشكل كبير. كمان التساؤل الاول هنا في الاعلام ووسائل الاعلام الاماراتيه، هل يكون رمضان صبحي مشاركا من البدايه، ولا هل هو جهز، ولا هل هو لسه فيه، ولا هل هو هيدفع بيه بايلر لو المباراه احتاجته؟ يعني كلام كتير بيتقال في هذا السياق، ولكن اهتمام كبير جدا بنجوم النادي الاهلي، واهتمام كبير جدا بالثنائي رمضان صبحي وكهرباء. اخيرا توقعاتك انت يا استاذ ايهاب للمباراه؟ انا شايف ان دي مباراه اكيد فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي تقل المباراه دي بشكل كبير جدا، تمام، وكل مباراه وليها ظروفها، لكن انا شايف ان تركيز النادي الاهلي لهذه المباراه قبلها بشكل كويس بيجعل له حظوظ اكبر من الزمالك في هذه المباراه والفوز بهذا اللقاء. تمام، انا اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. يا استاذ ايهاب انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير استاذ ايهاب الخطيب كان معانا على الهاتف من مدينه ابو ظبي، وكواليس كل الاستعدادات الخاصه باستقبال هذه المباراه المرتقبه ما بين الاهلي والزمالك في بطوله السوبر المصري. كل التوفيق باذن الله ان النادي الاهلي يكون فائز في هذه المباراه ويرجع لنا بالبطوله باذن الله تعالى يوم الجمعه. طيب انا كنت بتكلم مع حضراتكم بخصوص مباراه الاهلي وصن داونز، وخلاص اكلنا حضراتكم مباراه في استاد القاهره الدولي بشكل تام، ويتبقى بس موضوع الجماهير. ان شاء الله هيبقى في محاولات لزياده عدد الجماهير، لكن خلينا برضو تركيزنا كله منصب على مباراه السوبر. الناس برضو بتسال عن موضوع بكاري جسامه ومباراه صن داونز اللي في الاياب هناك في جنوب افريقيا، مفيش لسه كلام بخصوص الجزئيه دي تحديدا، نخلص بس مباراه السوبر والكل حدث حديث، وهنبقى نشوف الموضوع ده اخباره ايه. ده فيما يتعلق ببعض الاخبار الهامه. طيب بما اننا اتكلمنا عن مباراه الاهلي وصن داونز في بطوله دوري ابطال افريقيا، فبالتالي النهارده تم فتح باب التقدم بملف استضافه مباراتي نهائي دوري الابطال الافريقي والكونفدراليه الافريقيه من قبل الاتحاد الافريقي لكره القدم، وقال المدينه اللي بترغب في استضافه المباراتين يتقدموا بملف الترشح للاستضافه، وطبعا في بعض الشروط ان الملعب يكون جيد فيما يتعلق كمان باقامات الفرق اللي هتكون موجوده والجماهير، يعني الامور اللي بتبقى ما شابه ذلك في الحقيقه. لكن قال لك كمان ايه، احنا عايزين الموافقه الحكوميه خلال 3 ايام، وده هيخلينا نسال سؤال مهم قوي، هل انت ممكن خلال 3 ايام، يعني هم عايزين يوم 20 بالكتير، مش يعني يوم الخميس اللي جاي ده، يبقى خلاص اللي عايز يتقدم بملف خلال بالكتير يوم 20 يكون قدم الملف كامل مرفق بالموافقه الحكوميه بخصوص هذه المباراه يعني. فده كلام غير منطقي، ان ده اللي يدل على ايه؟ يدل على ان الاتحاد الافريقي لكره القدم واحمد احمد عايزين يلعبوا المباراه دي في مكان محايد بغض النظر عن الملفات اللي هتقدم من بعض الدول اللي ممكن يكون لها انديه بتشارك في هذه البطوله،
فالمكان الوحيد اللي اقرب هيكون فين؟ في كيجالي في رواندا، بعد ما وصل احمد ومستشاره صامويل ايتو من يومين ثلاثه هناك، وتم التواصل مع رئيس الدوله هناك ان الملعب يكون جاهز لاستضافه نهائي دوري الابطال الافريقي مع نهايه البطوله، ده الاقرب يعني. لكن هي كلها عباره عن محاولات او يعني امور طبيعيه بيتم الاعلان عنها، لكن المده الزمنيه بتدل على ان خلاص تم الاستقرار على الملعب، والملعب بنسبه كبيره هيكون في رواندا ملعب نهائي بطوله دوري الابطال، عشان ما يبقاش في مشاكل يعني يبقى ملعب محايد ودوله محايده، خصوصا ما فيش اي فريق من رواندا موجود في بطوله دوري ابطال افريقيا، واعتقد ما فيش اي فريق من رواندا موجود في الكونفدراليه كمان، فيعني يريحوا دماغهم من الاخر يعني. فده الاتحاد الافريقي يعني الطبيعي عنده. طيب مباراه اليوم النهارده في بعض المباريات، بالتحديد الدوري الانجليزي مباراه مهمه جدا الساعه 10 بالليل ما بين تشيلسي ومانشستر يونايتد على ستانفورد بريدج، وايضا الدوري الايطالي ميلان وتورينو بعد خساره انتر امام لاتسيو بالامس، لكن ميلان بعيد كده كده عن المنافسه، لكن المنافسه ما بين لاتسيو وانتر ويوفنتوس المتصدر في هذه الفتره. ده فيما يتعلق بالدوري الايطالي. النهارده في كاس مصر في ماتش واحد، طلائع الجيش ومصر المقاصه في دور 16 من بطوله كاس مصر. دي كانت بعض الاخبار مع بدايه الحلقه، الاهم بالنسبه لنا اللي اتكتب على النادي الاهلي في الصحف النهارده، نشوف. الاهرام اليوم، الاهلي والزمالك في ابو ظبي وطاردان السوبر 17، فايلر يفرض السريه في التدريبات ويحذر من قوه وسط المنافس. الاخبار، فايلر يجهز مفاجاه للزمالك، بعثه الاهلي تطير الى ابو ظبي والمران الاول غدا. الاخبار المسائي، مستعدون للسوبر، الاهلي يغادر للامارات وقفشه جاهز ورمضان ينتظر قرار فايلر. المسا، في حاله الفوز بالسوبر مكافئات كبيره للاعبي الاهلي، الدرندلي اجتمع بفايلر وعبد الحفيظ قبل السفر لوضع برنامج البعث. الشروق، في حاله رفض الجهات الامنيه اقامتها على استاد القاهره، عفوا نروح للوطن مش الشروق، الوطن. الاهلي فحوصات طبيه على قفشه وسليمان قبل رحله ابو ظبي، الخطيب يؤازر اللاعبين قبل السفر، جلسه خاصه بين عبد الحفيظ وفايلر لترتيب الاقامه والتدريبات، والنادي يطلب مواجهه سان داونز في القاهره ب 65,000 متفرج. المصري اليوم، قفشه وصبحي سلاح فايلر في قمه السوبر، البعثه تطير اليوم الى الامارات وراحه من التدريبات. الوفد، الاهلي يغازل لاعبيه بالمكافئات قبل موقعه السوبر امام الزمالك، قفشه جاهز، فايلر يناور بورقه رمضان وبرنامج بدني خاص للاعبين. الدستور، لماذا يحتاج فايلر كهرباء اساسيه؟ الدستور ايضا، الاهلي يبدا التفاوض مع الاسماعيلي لضم باهر المحمدي ب 30 مليون جنيه. الاهرام، واكيد الكلام كله خلاص في كل الصحف يعني النهارده بك على المباراه وعلى مدار الايام اللي جايه، الكلام كله على مباراه الاهلي والزمالك، خصوصا ان المباراه بقيمه كبيره جدا، قطبي الكره المصريه هيلعبوا مباراه مع بعض. وفي الحقيقه الميزه في هذه المباراه ان هي بتقام بجماهير، استاد هيكون فل كامل في ابو ظبي، والاجواء هناك دايما بتبقى حلوه، سواء بقى الملعب بيبقى حلو بصراحه، الاخراج بيبقى ممتاز، كل الامور اللي تساعد على الاستمتاع بمباراه كبيره زي مباراه الاهلي والزمالك، نتمنى ان هي يكون فيها اثاره فنيه، وبالنسبه لنا الاهم بصراحه ان الاهلي يكسب باذن الله تعالى. بالتالي الاهرام قالت ايه؟ قالت الاهلي والزمالك النهارده في ابو ظبي يطاردان السوبر 17، ده يعني تاريخ بطولات السوبر 17 بطوله يعني بمباراه يوم الخميس، الاهلي فاز في 11 منهم، عدد كبير جدا ورقم قياسي يعني، ان شاء الله يفوز بال 12 كمان. فايلر يفرض السريه في التدريبات، وده امر هيكون طبيعي جدا، التدريبات هتكون مغلقه سواء بكره او بعده باذن الله تعالى، عشان تبقى بتركز بشكل اكبر استعدادا لهذه المباراه، ويحذر من قوه وسط المنافس. في الحقيقه نادي الزمالك عنده اثنين في نص الملعب يعني اثنين جامدين جدا، فرجاني ساسي وطارق حامد، مفيش خلاف على امكانياتهم، لعيبه كبار جدا جدا، لكن في نفس الوقت الاهلي عنده برده اثنين تقال قوي، عندك عمرو السوليه واليو ديانج، الا اذا ايه؟ في اي مفاجاه من مفاجات مستر فايلر، ما تضمنش المفاجاه ممكن تبقى في انهي مركز،
لكن لو بنتكلم على المباريات الاخيره لكل فريق، لا هنا طارق حامد وفرجاني ساسي، وعندنا هنا في ايه اليو ديانج والسولية، الاربعه في قمه مستواهم خلال الفتره الحاليه. فهتبقى معركه اكيد في نص الملعب، اللي هيقدر يستحوذ على نص الملعب هو اللي هيقدر يبقى ليه الافضليه في المباراه. ما تضمنش ظروف المباراه تبقى ماشيه ازاي، ممكن المباراه تبقى في ايدك لا قدر الله، بتكلم عن النادي الاهلي، لا قدر الله تلاقي الدنيا اتقلبت، بس ان شاء الله التركيز يكون موجود كده والدنيا ايه، عشان الاعصاب تبقى بايظه بصراحه في المباراه دي. لكن في كل الاحوال نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. يعني تعالوا نروح للاخبار، والاخبار بتتكلم على ان فايلر يجهز مفاجاه للزمالك. على فكره الخبر ده حقيقي، واحنا كده ده مش اجتهاد او مش يعني مش بنقول معلومه، هو فايلر كل مباراه بيبقى فيه مفاجات، اكيد مباراه الزمالك هيبقى فيها مفاجات. عباره عن ايه بقى المفاجات؟ احنا ما نعرفش طبعا اللي بيحصل في دماغ فايلر، اللي بيفكر فيه احنا ما نعرفش. لكن في كل الاحوال طبعا في الغالب طبقا للتشكيلات المختلفه للنادي الاهلي على مدار الفتره اللي فاتت كلها، فاكيد هيبقى في مفاجاه في تشكيل النادي الاهلي مباراه الزمالك. بعثه الاهلي تطير الى ابو ظبي، وخلاص هم اعتقد يعني في هذه اللحظات انا بتكلم معاكم تقريبا يكونوا وصلوا باذن الله تعالى، والمران الاول بكره ان شاء الله. وعلى فكره احنا عندنا يعني زمايلنا بعثه من قناه النادي الاهلي موجودين ومرافقين لبعثه الفريق هناك عشان يقولوا لنا كل الكواليس وكل التحركات، وان شاء الله اول ما يوصلوا كده هيبقى في تواصل معاهم ونعرف اخبار الفريق ايه والاستعدادات النفسيه والمعنويه البدنيه وكل حاجه. هنتواصل معاهم اول باول وكل الكواليس يعني خاصه بالفريق. طيب خلينا نروح للاخبار المسائي، والاخبار المسائي بتقول مستعدون للسوبر، الاهلي يغادر للامارات وقفشه جاهز، رمضان ينتظر قرار فايلر. هم قصدهم مستعدون للسوبر، الكل مستعد للسوبر، جماهير اهلي وزمالك، لعيبه اهلي وزمالك، جهاز فني اهلي وزمالك، جماهير الكره العربيه. مباراه طبعا بيبقى في حجم متابعه ليها كبير جدا، من اكبر القمم في العالم، برضه مش هنكون بنبالغ لو قلنا كده يعني. فبالتالي موضوع قفشه ورمضان، قفشه جاهز يا جماعه ما تقلقوش خالص، الموضوع بسيط، هي كانت كدمه في الركبه او الام في الركبه كده وما لعبش مباراه المصري، لكن هو بكره ان شاء الله في تمرين عادي جدا. النهارده كان تدريبات استشفائيه في الجيم عشان تجنب اجهاد السفر وكده، وبكره قفشه في التدريبات بشكل طبيعي، ما تقلقوش خالص. فيما يتعلق برمضان صبحي، رمضان جاهز، شفي تماما من الاصابه تمام، لكن يبقى القرار النهائي في ايد مستر فايلر. التدريبات بقى هي اللي هتبين الجاهزيه الفنيه والبدنيه بالنسبه لرمضان صبحي. فاللي هيقدر يحكم على الجزئيه دي هو المدير الفني. فبرضه ما تضمنش هل رمضان ممكن يلعب بدايه من اول المباراه، يلعب في الشوط الثاني حسب برضه ظروف المباراه، ما يلعبش خالص، المتحكم في الجزئيه دي مستر فايلر. لكن رمضان الامور جيده بالنسبه له. ده امر بس برضه لازم نطمن حضراتكم فيه. لكن خلينا نروح للمسا. والمسا بتتكلم على ان في حاله الفوز بالسوبر مكافئات كبيره للاعبي الاهلي. مش عايزين نستبق الاحداث، احنا لسه السوبر ما تلعبش، لسه الاهلي ما فاز، ان شاء الله يكسب، مكافئات بقى كبيره، مكافئات كلام من ده خاص بقى من الناس المسؤولين في النادي الاهلي، لكن يجيبوا بس البطوله والدنيا كلها تبقى زي الفل ان شاء الله. الدار النضالي اجتمع بفايلر وعبد الحفيظ قبل السفر لوضع برنامج البعثه، ودي الامور التنسيقيه لتسويق اي مباراه او تسويق اي سفريه بالنسبه للفريق بشكل طبيعي. يعني تعالوا نروح للوطن، والوطن بتتكلم على ايه؟ ان في فحوصات طبيه على قفشه وسليمان قبل رحله ابو ظبي، كل جاهز، احنا بناكد لحضراتكم الكل جاهز، قفشه جاهز، وليد سليمان جاهز، ورمضان صبحي جاهز. يعني الكلام اللي على بعض اللاعبين احنا بناكده لحضراتكم، الناس دي جاهزه، ما فيش اي مشكله خالص. القرارات الفنيه بقى والتشكيل وكلام من ده متعلق بالمدير الفني. الخطيب يؤذر اللاعبين قبل السفر، وطبعا كابتن محمود الخطيب يعني كان زار تدريبات النادي الاهلي، المران الاخير للاهلي في القاهره، وآزر اللاعبين اكيد وتحدث معاهم واكد على اهميه البطوله واهميه المباراه واهميه المرحله بشكل عام. ودايما كابتن محمود الخطيب بيبقى ليه زيارات للاعبين واحاديث معاهم مع الجهاز الفني بكل تاكيد. جلسه خاصه بين عبد الحفيظ وفايلر لترتيب الاقامه والتدريبات، وده امر خلاص تم الانتهاء منه، والنادي يطلب مواجهه صن داونز في القاهره ب 65000 متفرج. نتمنى بصراحه ان يكون العدد على اقل تقدير 50000 متفرج عشان يبانوا في استاد القاهره. برضه في جزئيه مهمه في الموضوع ده، لو 30000 بس، هم 30000 كلهم متحمسين، كلهم هيأثروا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، هتحس ان في 100000 في الملعب، ده مفروغ منه. جمهور الاهلي في اي مباراه بيبقى العنصر رقم واحد في فوز فريقه يعني. لكن لما يبقى العدد اكبر من كده كمان فهتبقى الافضليه بالنسبه لك افضل يعني واكبر بكل تاكيد. فنتمنى ان العدد يزيد اكتر من 30، 50 مثلا دي تبقى اقل حاجه، يا سلام بقى لو اكتر من 50 يبقى حاجه مهمه. لكن اللي عايز اكد عليه على حضراتكم ان في محاولات من قبل المسؤولين في النادي الاهلي، نتمنى ان هي المحاولات دي تنجح باذن الله
تعالى. طيب بتقولوا لي ايه يا جماعه؟ طيب البعثه خلاص وصلت من دقائق قليله جدا لمدينه ابو ظبي، والحمد لله على سلامتهم، وان شاء الله يرجعوا لنا كمان ويوصلوا لنا القاهره بالكاس والبطوله ونحتفل معاهم باذن الله تعالى. وبدايه الاستعداد هتكون بعد ساعتين من دلوقتي، الفريق يريح شويه وهيبقى فيه تدريبات استشفائيه اليوم في صاله الجيم الخاصه بمقر اقامه الفريق، وبدايه من بكره بقى الاستعدادات النهائيه لهذه المباراه المرتقبه. الحمد لله على سلامتهم بكل تاكيد. تعالوا نروح للمصري اليوم، والكل بقى خلاص بيتكلم على المباراه، تحليلات فنيه، استعدادات، اخبار بعض اللاعبين. احنا بالتحديد هنا بنتكلم على فيما يتعلق ويخص النادي الاهلي. قفشه وصبحي سلاح فايلر في قمه السوبر، وفي الحقيقه مش قفشه بس ولا رمضان صبحي بس، هم اسلحه فايلر في هذه المباراه. كل القايمه هي عباره عن اسلحه فنيه في مباراه كرويه للنادي الاهلي، هي مباراه السوبر. والدليل على كده ايه؟ ان الفريق كله جاهز، وان احنا بنشوف تشكيلات مختلفه، والكل بيلعب بينفذ فكر مستر ريني فايلر بالشكل الامثل، وفي الاخير بنلاقي النتيجه الفوز بالنسبه للنادي الاهلي، فده امر مهم. فالقائمه كلها هي عباره عن اسلحه مهمه في ايد مستر فايلر، يقدر ان شاء الله ينتصر بيها على فريق كبير زي فريق نادي الزمالك. البعثه تطير اليوم الامارات، اتكلمنا وراحه من التدريبات، هم خلاص وصلوا زي ما اكدنا لحضراتكم منذ لحظات. طيب تعالوا نروح للوفد، والوفد بتتكلم على ان الاهلي يغازل اللاعبين بالمكافئات قبل موقعة السوبر امام الزمالك، ده امر سابق لاوانه يعني. قفشه جاهز، اكدنا على كده. فايلر ناور بورقه رمضان هنشوف، وبرنامج بدني خاص للاعبين، ده هيكون على مدار اليومين اللي جايين يعني، وهو فيما يتعلق بالاستعداد للمباراه يوم الخميس ان شاء الله تعالى. الدستور بقى، وبتتكلم في جانب تحليلي لهذه المباراة، وبتتكلم بالتحديد على محمود عبد المنعم كهربا نجم النادي الأهلي وأحد اللاعبين المميزين جدا، والمؤكد إن هيكون ليه دور، لكن كهربا يلعب أساسي ولا احتياطي أنا ما أعرفش. لكن الدستور بتقول لك إيه؟ بتشرح ليه فايلر يحتاج كهربا أساسي. يعني بيقولوا إن كهربا مباراة المصري تألق بشكل كبير جدا، صنع هدف بشكل مميز وأحرز هدف أيضا بشكل رائع، وكمان بيقولوا إن دلوقتي ده وقت الدفع بكهربا بشكل أساسي، وخصوصا إن هو من ساعة ما جه النادي الأهلي ما لعبش أساسي مع الفريق خالص، كان بينزل دايما كبديل. تطرقوا كمان لمراكز كهربا المختلفة اللي جرب فيها مستر فايلر اللاعب، سواء كوينج رايت وينج ليفت، كمهاجم المكان الوحيد هو مهاجم تاني يعني او رقم 10، ما لعبوش لسه كهربا مع النادي الاهلي. فبالتالي كل المعطيات من قبل جريده الدستور ورؤيتهم الفنيه لهذه المباراه بتؤدي وبتشير الى امكانيه الدفع بكهربا، بل حتميه الدفع بيه طبقا لرؤيتهم هم يعني، الله اعلم باللي في دماغ مستر فايلر. كمان بيقول لك ان كهربا عنده القدره على الضغط العالي وتنفيذ خطط المدير الفني، والسرعات كمان بتاعته سرعات مميزه، فلازم ان الاهلي يستفيد من هذه السرعات. برضو دي رؤيه فنيه لجريده الدستور، واكيد الرؤيه الفنيه لمستر فايلر هي الانسب، وهي اللي باذن الله هترجح كفه النادي الاهلي في هذه المباراه، وان شاء الله يكسبه. سواء بقى بدا كهرباء اساسي احتياطي، كلام من ده، الكلام ده ما بيفرقش معانا احنا يعني، اللي يفرق معانا ان الفريق ان شاء الله يفوز بالبطوله، لكن العناصر كلها بما فيها كهرباء كلهم اكيد ان شاء الله باذن الله قادرين على ترجيح كفه النادي الاهلي في مباراه وبطوله كبيره زي هذه البطوله. الدستور ايضا بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن الاهلي، ده راح في حته ثانيه بقى بعيد خالص. الاهلي يبدا التفاوض مع الاسماعيلي لضم باهر المحمدي في 30 او ب 30 مليون جنيه. الكلام برده هيفضل مستمر، احنا عارفين في مصر هنا الكلام على طول على الانتقالات، سواء بقى فتره الانتقالات مفتوحه، باب القيد مفتوح، صيفي شتوي، الكلام من ده برضه بنتكلم عند ملناش فيه يعني. فهم بيحاولوا يعني يتكلموا في موضوع اللاعبين المرشحين للانضمام للنادي الاهلي. هل باهر محمدي مرشح؟ اللي اقدر اكده لحضراتكم ان في اسماء وليست للجهاز الفني للنادي الاهلي ولجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، بيحطوا اسماء في كل مركز طبقا لرؤيه المدير الفني، كمان المراكز محتاجه تدعيم ايه، فبيبقى اسماء، في اسماء مرشحه. هل ممكن يكون باهر محمدي من ضمن هذه الاسماء؟ ربما، لكن هل هو لعيب كويس؟ طبعا لعيب كويس جدا، مدافع ممتاز يعني. اللي هيحصل ايه؟ ده اللي هنشوفه وهنتابعه. احنا هنا بنتكلم بشكل رسمي، بشكل رسمي مفيش اي عروض من النادي الاهلي لنادي الاسماعيلي بخصوص باهر محمدي، خصوصا مفيش فتره قيد مفتوحه حاليا، والتركيز كله عند مسؤولين في النادي الاهلي منصب على البطولات والمرحله القويه للفتره دي بخصوص المباريات المختلفه والبطولات المختلفه، لكن ايضا في مسؤولين عندهم شغلهم، في مسؤولين عندهم مهام ممكن يكونوا بيأدوها، الاعلان عن هذه المهام ونتائجها بيبقى في التوقيت المناسب.
بس كده. لكن باهر المحمدي لعيب كبير طبعا، ربما يكون في حسابات النادي الاهلي، هنشوف. دي كانت اخبار الاهلي في الصحف، لسه في اخبار عن النادي الاهلي في المواقع نشوفها، يلا بينا. سوبر كورة، مجلس الاهلي يسافر مع الفريق الى الامارات استعدادا لمواجهه الزمالك في السوبر. الوطن سبورت، طموحات الكوتش في السوبر فايلر اللقب الثاني وكارتيرون اول بطل فرنسي. مبتدا، تحذير شديد من فايلر للاعبين قبل لقاء السوبر امام الزمالك. الشروق، ركلات الترجيح تحسم بطل السوبر في حال التعادل في الوقت الاصلي. اليوم السابع، الاهلي يعلن اقامه مواجهه سان داونز باستاد القاهره في حضور 30,000 مشجع. وموقع الاتحاد الاماراتي، الاهلي والزمالك في ابو ظبي اليوم. طيب نبتدي بسوبر كوره والكلام على مجلس اداره النادي الاهلي، وان كله هيكون متواجد في رحله ابو ظبي. وده حقيقي لان عدد كبير جدا من اعضاء مجلس الاداره لم يكن كلهم يعني هيكونوا متواجدين في هذه المباراه لمؤازره الفريق واللاعبين في هذه الرحله وللعوده باذن الله باللقب. الوحيد اللي مش هيسافر طبعا هو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، وده بسبب الظروف الصحيه، وخصوصا ان هو هيسافر فرنسا عشان يعمل بعض الفحوصات بعد ما عودته الام الظهر مؤخرا. يعني نتمنى له كل السلامه اكيد الكابتن محمود الخطيب. الوطن سبورت بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن طموحات الكوتش ونظرة تحليلية أيضا للمباراة ونظرة رقمية بالتحديد بخصوص إيه؟ بخصوص إن فايلر ده هيكون اللقب الثاني ليه بإذن الله تعالى لو فاز على الزمالك، وهو فاز من 4 شهور باللقب الأول أول ما تولى مسؤولية النادي الأهلي، وكانت مباراة كبيرة جدا في الحقيقة اللي هي موجودة في الصورة دي. وكارتيرون لو فاز لا قدر الله بمباراة السوبر هيبقى أول بطل فرنسي لبطولات او لبطوله السوبر تحديدا على مدار تاريخ هذه البطوله، ما فيش اي مدرب فرنسي قبل كده فاز بالبطوله دي. احنا عندنا مثلا ايه؟ عندنا الاهلي 11 لقب سوبر والزمالك 3 القاب سوبر فقط. مستر مانويل جوزيه اكثر مدير فني جاب هذه البطوله 4 القاب. كابتن حسام البدري، مستر مانويل جوزيه اكبر اكثر مدير فني بشكل عام واكثر مدير فني اجنبي طبعا. كابتن حسام البدري هو اكثر مدير فني مصري فاز بهذه البطوله 3 القاب مع النادي الاهلي ايضا، يعني دي بعض الارقام. يعني الاهم ان شاء الله ان تبقى بطوله رقم 12 للفريق الاحمر فريق النادي الاهلي. مبتدا وبتتكلم على تحذيرات مستر فايلر للاعبين، واللي بتقول ان في تحذير شديد من فايلر للاعبين قبل لقاء السوبر امام الزمالك، والتحذير بيخص ايه؟ بيخص اهميه التركيز والجديه، يعني كل هذه الامور الطبيعيه اللي اكيد لاعبه النادي الاهلي كلهم بيفكروا فيها، واكيد تركيزهم كله منصب على هذه المواجهه، كيفيه التعامل مع فريق نادي الزمالك. في الحقيقه فريق نادي الزمالك فريق كبير، فريق محترم، عناصر مميزه بيضمها نادي الزمالك، لكن في كل الاحوال هتفضل المنافسه في ارضيه الملعب على مدار 90 دقيقه وربما تمتد لركلات الجزاء الترجيحيه. في المجمل برضو نتمنى التوفيق للنادي الاهلي. انا عايز اقرب من المباراه بنظره فنيه وتحليليه بشكل اكبر، واروح لنجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي سابقين وهو كابتن عادل مصطفى. يا كابتن عادل مساء الخير. مساء الفل يا امير، ازيك عامل ايه؟ تمام الحمد لله. عايزين طبعا نتكلم مع حضرتك بخصوص مباراه الاهلي والزمالك، وكيف ترى هذه المباراه من الجانب الفني ورؤيتك الفنيه تحديدا. المباراه يعني المباراه صعبه. صعب. وزادت صعوبه بعد فوز الزمالك بالسوبر الافريقي. الزمالك في المجمل السيزون مش في احسن حالاته، كان بادئ السيزون بشكل كويس ولكن مع بعد كده كان حصل شويه يعني حصل دروب في الاداء وفي النتائج. وتغيير الجهاز الفني ووجود كارتيرون دلوقتي على راس القياده الفنيه للفريق. اعتقد مباراه السوبر وضعت الزمالك في منطقه كويسه في الوقت ده. تمام. فنيا ومعنويا. فنيا الزمالك قدم مباراه من احسن المباريات اللي لعبها اخر 5 6 سنين. معنويا اكيد هيفرق مع الفرقه ان هم عندهم بطولتين في اسبوع واحد، لما يكسبوا بطوله في البدايه هيرفع عليهم الضغط شويه ان هم ما يبقاش عندهم ما يبقاش خسر بطولتين، لا هو اوريدي فاز بالبطوله، فالبطوله الثانيه لو كسبها حقق علامه كامله في اسبوعين، لو خسرها هو بالنسبه له لسه حقق بطوله قبلها. تمام.
النادي الاهلي بيأدي بشكل كويس جدا طول السيزون، على فترات في لعيبه بتبقى بعيد ولعيبه بترجع اصابات، لعيبه بتبقى المستوى الفني بتاعها اعلى حاجه والتوب فورم بتاعتهم، وبعد كده شويه بيقلوا شويه بيرجعوا تاني. ده طبيعي جدا في ظل المنافسه في الدوري المصري اللي شبه النادي الاهلي بيلعب منفرد يعني في الدوري المصري. مباراه انا شايفها مباراه ال 90 دقيقه، مباراه 90 دقيقه دي بتبقى صعبه جدا. تمام. بتبقى بالحاله اليوميه للفريق، يعني حالتك انت يوم المباراه دي بتبقى عامله ازاي. ممكن تكون بتأدي بشكل كويس جدا طول السيزون، ولكن في اليوم ده ما تبقاش احسن حاجه، والعكس ممكن تبقى انت بعيد خالص وتيجي تركز في 90 دقيقه اكتر، ترفع نفسك فتره طويله وتركز في 90 دقيقه، بتبقى الامور اسهل شويه، عكس انت لما تكون بتنافس على طول الدوري. بطوله الدوري البطوله المحببه للنادي الاهلي اللي بيقدر اكيد يحصدها كل سنه، يعني لو اتكلمت في 10 كل 10 سنين الاهلي عنده 8 بطولات او 9 بطولات دوري فعلا على مر التاريخ. وده عشان التركيز الدائم للفريق والاداره والمنظومه كلها متعودين على ده. ولو جيت شفت برضو ان البطولات اللي يعني اللي راحت النادي الاهلي كانت راحت بطولات يعني 90 دقيقه، مش على المدى البعيد يعني. بالظبط. طيب انا عايز اتكلم مع حضرتك بالتحديد بخصوص تشكيل كل فريق، هل تتوقع ان يكون في مفاجاه من مستر فايلر؟ وفي المقابل هل تتوقع ان الزمالك يلعب بنفس التشكيل اللي فاز بيه على الترجي؟ اعتقد الزمالك مش هيغير، ان الزمالك بقى فتره طويله بيلعب بنفس الطريقه ال 4 2 3 1 تمام بالاشخاص الموجوده، وانا شايف ان هم اعتقد دول انسب حاجه دلوقتي. الاهلي برده نفس الشيء، الاهلي مش هيغير حاجه في الطريقه، طريقه اللعب في الطريقه ال 4 2 3 1، ولكن الاشخاص انا برده شايف ان هم برده النادي الاهلي بقى له فتره مثبت اشخاص في الفرقه. في عدد ثابت في تشكيل النادي الاهلي، لكن في متغيرات بتحصل في كل مباراه بخصوص التشكيل بشكل كامل. يعني خد بالك المتغيرات بتبقى على حسب انت المباراه دي فين، يعني في ساعات بتلعب المتغيرات بتبقى شويه موجوده في ماتشات الدوري تمام، عشان بتكون انت بتريح ناس، بتعمل روتيشن لناس في مباراه افريقيا، وده شيء طبيعي جدا ومنطقي. واحيانا برضو تعمل روتيشن لمباراه الدوري، ان انت بيبقى لو عندك ثلاث اربع كل ثلاث اربع ايام مباراه، فصعب ان انت تفضل تلعب بنفس التشكيل فتره طويله. والروتيشن ده خد بالك خلق لعيبه كتير في النادي الاهلي بتأدي بشكل كويس. الناس المصابه يعني كمان لما ترجع هيبقى النادي الاهلي يعني هيبقى قوه مفرطه ان شاء الله، يبقى ان شاء الله باذن الله هيأدي بشكل كويس. ولكن الثوابت يعني الفرق في اماكن بقت ثابته في الملعب، المتغيرات بقت طفيفه جدا، اعتقد المتغيرات كلها في الثلث الاخير. لو موجود رمضان صبحي بيعمل فرق كبير جدا لشكل الفرقه وعلى المستوى الفردي والمستوى الجماعي. رمضان ديفرنت كواليتي، يعني انا شايف ان هو القماشه المختلفه مش هقول الوحيده، لكن دلوقتي اكتر حد مختلف في مصر في الاداء وفي الشخصيه. بحكم سنه وبحكم ادائه الفردي تمام. وجود رمضان اعتقد حتى لو اخذ جزء من المباراه هيفرق جدا مع الاهلي، والمباراه محتاجه صبر، المباراه محتاجه صبر ومحتاجه ان انت تشتغل عليها تقسم لكذا جزء. وان شاء الله يكون الفوز حليفنا يعني ان شاء الله. يا رب يا رب باذن الله. اخيرا توقعاتك يا كابتن عادل للمباراه. التوقعات انا يعني اتمنى فوز النادي الاهلي طبعا ان شاء الله. اتمنى ان احنا نبدا المباراه بشكل كويس. بدايه المباراه هي اللي هتفرق تمام. بدايه المباراه هتفرق، ان مباراه البطوله لما بتبدا بدري وبتبدا جاهز اجهز في المباراه وبتسجل بدري بتبقى الامور عندك الافضليه. اتمنى ان احنا نعمل ده ان شاء الله. الاهلي الفتره اللي فاتت بيقدر يشتغل على ده، ان الاهلي عنده كذا سيناريو بيحققه خلال المباراه تمام، تسجيل بدري وتسجيل في الاوقات الاخيره، ولكن المهم انك ما تستقبلش جول بدري باذن الله. مهم جدا انك تلعب مباراه ما تستقبلش جول، وان شاء الله نعمل ماتش كويس يعني باذن الله. كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا. كابتن عادل مصطفى نجم النادي الاهلي السابق كان معنا في مداخله هاتفيه للحديث وتحليل مباراه الاهلي والزمالك المقبله، نظره فنيه مختلفه اكيد من الكابتن الكبير كابتن عادل مصطفى. طيب انا عايز اروح لفاصل سريع، بعد الفاصل نرجع نواصل بعض الاخبار اللي كتبت عن النادي الاهلي في المواقع. استنونا. نكمل اخبار الاهلي في المواقع ونروح لموقع الشروق.
واللي بيتكلم على ان ركلات الترجيح هي اللي هتحسم المباراه في حاله التعادل، وهيكون اللجوء لركلات ترجيح مباشره بعد انتهاء الوقت الاصلي 90 دقيقه. لو الفريقين متعادلين هيلعبوا ضربات جزاء ترجيحيه بشكل مباشر، ما فيش اكسترا تايم يعني. طيب تعالوا نروح لخبر اليوم السابع، موقع اليوم السابع، واللي بيتكلم على ان الاهلي يعلن اقامه مواجهه صن داونز باستاد القاهره في حضور 30,000 مشجع، وده اتكلمنا فيه وبناكد على حركه اللي هيبقى فيه محاولات لزياده العدد باذن الله تعالى. موقع الاتحاد الاماراتي واللي بيتكلم على ان الاهلي والزمالك في ابو ظبي اليوم، الاهلي وصل خلاص واعتقد الزمالك هيوصل في تمام. الزمالك وصل الصبح، طيب الزمالك وصل الصبح والاهلي وصل من دقائق قليله، وخلاص الترتيبات والاستعدادات النهائيه للفرقتين هتكون على مدار الساعات القليله القادمه حتى موعد انطلاق المباراه يوم الخميس باذن الله في تمام الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله. طيب اخبار المحليه والعالميه ايه؟ نشوفها. الفجر الرياضي، نجم جديد على رادار الفراعنه. البوابة سبورت، شوقي غريب يطالب الجنايني بحسم أزمة محمد صلاح. بوابة فيتو، الشباب يختتم اليوم استعداداته لمواجهة الجزائر بكأس العرب. موقع الكابتن، أزمة جديدة داخل اتحاد الكرة بسبب زيادة رواتب رؤساء الاتحادات الإدارات عفوا. الجمهورية أونلاين، اتحاد الكرة ينهي أزمة مستحقات الحكام المتأخرة. اليوم السابع، اتحاد الكرة يرفض قضاء الغندور 25 يوما في السعودية بسبب كأس العرب. سوبر كورة، اتحاد الكرة يبدأ مناقشة التأمين الطبي للاعبين. بوابة أخبار اليوم، كاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي الأبطال والكونفدرالية ويحدد أربعة شروط. موقع بطولات، تقارير، كلوبالي يرفض فكرة الانتقال إلى باريس سان جيرمان والبديل برازيلي. وأخيرا موقع يلا كورة، سكاي سبورتس، جوارديولا وستيرلينج باقيان في مانشستر سيتي. نروح لفاصل سريع، بعد الفاصل ينضم لي في الاستوديو الاستاذ والناقد الرياضي الكبير احمد عبد الباسط للحديث في بعض الملفات اهمها طبعا مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك. استنونا بعد الفاصل. العزيز في حلقه اليوم يا ابو حميد، ازيك؟ حميد برحب بيك وببقى مبسوط بقى انا معاك، انت عارف يعني. بكل تاكيد والله، ربنا يخليك، كله زي الفل الحمد لله، كله تمام. ملفات كتير هنتكلم فيها، لكن الاهم طبعا خلال الفتره الحاليه هو الحديث عن مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك، وعايز اتكلم معاك بالتحديد عن هذه المباراه وتوقعاتك ورؤيتك ليها، بتشوفها ازاي؟ شوف المباراه بعد مباراه الزمالك والترجي بالنسبه لي انا كتقييم ليها بقت صعبه. ليه؟ لانه الزمالك كان رايح المباراه مش بنفس القوه، مش بنفس الباور، انه انت ماشي في الدوري مش كويس، الدوافع عندك كبيره ان انت تكسب السوبر، لكن انه السوبر المصري، لكن انت تروح تكسب الترجي وماتش كان الكل بيراهن ان انت ممكن ما تقدمش فيه نتيجه، فبالتالي اصبح الدوافع عند الزمالك كبيره جدا ان هو يقابل الاهلي اللي هو متزعم الدوري وماشي كويس جدا مع فايلر، فبالتالي الامور انا شايفها متعقده. شايف انه المباراه اقامتها المره الثالثه في الامارات برضو شيء، اللعيبه خلاص خدت على الاجواء هناك، مش هقول بقى ان احنا بره ارضنا وكده، لانه الجمهور اللي بقى موجود اهلي وزمالك بالظبط، ولكن جمهور مصري بالظبط، جمهور مصري معظمه، ولكن الفيصل في الامور دي كلها هيبقى انه من خارج الخطوط. يعني انا شايف انه الاداره الفنيه سواء للاهلي سواء فايلر او كارتيرون هم العوامل او الورق اللي هيلعبوا بيه، والتغييرات اللي هو هيقدر يلعب بيها هي اللي هتاثر على مجريات المباراه كلها. شخصيات اللعيبه، بعض شخصيات اللعيبه هتفرق جدا، لانه المباراه دي بتخلص ممكن تلاقيها خلصت بفاول، بضربه جزاء، بضربه ركنيه بالظبط، ففي شخصيات لعيبه معينه تقدر تصنع الفارق سواء هنا او هنا يقدروا يعملوا دوت. ولكن وجهه نظر المباراه 50-50، لانه انا زي ما بقول لك انه الاهلي عنده دوافع كتير جدا ان هو ياخد البطوله دي ويحافظ 50 على 50-50 تحديدا بعد فوز الزمالك على الترجي، بعد فوز الزمالك على الترجي، لانه قبل فوز الزمالك على الترجي انا كنت شايف ان حظوظ الاهلي اكبر جدا، ولكن انت رايح وكسبان سوبر افريقيا، كسبان الترجي بطل دوري ابطال افريقيا، فاذا الامور او العامل النفسي شويه هيختلف مع لعيبه نادي الزمالك. العامل النفسي طبيعي موجود عند مردوده الايجابي عند النادي الاهلي من النتائج اللي بيقدموها وبيعملوها مع فايلر والارقام القياسيه اللي بيعملوها، ولكن برضو انا مؤمن بحاجه مهمه جدا،
ان كل مباراه ليها ظروفها حسب حاله اللعيبه. ممكن تبقى حاله اللعيبه مثلا سواء هنا او هنا في المباراه دي مش موفقه، او حاله اللعيبه موفقه مش يومك يعني، ممكن مش يومك بالظبط يعني، ما مش يومك في الكوره، فبالتالي ده بيفرق جدا سلبيا على الفرقه. اعتقد انه العوامل دي كلها والجهاز الفني اللي هيقدر يهيئ لعيبته نفسيا، نفسيا في الماتشات اللي زي دي دايما الروح هي اهم من اي حاجه، لانه تقدر اللي عنده روح انت خلاص مهيئه نفسيا. بيعجبني جدا احمد فتحي بيعوض عامل سنه الكبير، وبعض اللعيبه كتير جدا بحبهم في الدوري المصري بيعوض عامل السن بحته الروح يعني. اتفرجنا على احمد فتحي، كنت موجود في المباراه في ماتش الاهلي وبيراميدز، بشوفه واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه، الجو برد جدا بينزل تاكلنج على الارض وبتاع، انت وهو بينزل على الارض بتحس انت بتعب في جسمك يعني، انت قاعد بره بتتفرج فحس ازاي بيعمل كده ما شاء الله عليه. بسم الله ما شاء الله. فاعتقد انه اللعيبه دي هي اللي هتصنع الفرق في المباراه اللي زي دي. الخبرات برضو هيبقى ليها عامل كبير جدا في حسم الامور. اللي هيقفل على فريقه كويس هو اللي هيقدر يحسم المباراه. تتوقع بالتالي ان احمد فتحي يكون متواجد بشكل اساسي في هذه المباراه كخبره وجمهور؟ واتوقع ان احمد يبقى موجود، ما مش هيدفع محمد هاني قدام العدد الكبير ده من الجمهور، مع ان محمد هاني يعملها ولاعب هايل جدا وهياخد فرصته وهيبقى المكان ده بتاعه. ولكن الدفع باحمد فتحي بيديك حلول كتير، مش شرط دفاعيه ان هو بيامن لك دفاعي، بالعكس بيديك اريحيه من الحته اللي قدام الناس كلها بتاخد راحتها، لان احمد فتحي بيقفل جبهه كبيره جدا. احمد فتحي ومحمد هاني هم عكس بعض. انا شايف ان احمد فتحي دفاعيا قوي جدا تمام. في الناحيه الهجوميه بيعملها صح، ما بيطلع كرة بيطلعها صح. ممكن ما يوصلش لخط المرمى الثاني، لكن محمد هاني هو شغال بلغه الكره طياره على الخط. في اسلوب محمد هاني برضه بتبقى النسبه 70 30 في الحاله بتاعته، لكن احمد فتحي بيديك اللي انت عايزه بالظبط، بس اهم نقطه ان هو بيامن الناحيه الدفاعيه بتاعتك. فالناحيه الهجوميه اللي عندك سواء وليد سليمان او اي حد موجود في الحته دي بيقدر ان هو يشتغل بارتياحيه ورا احمد فتحي يعني. اعتقد ان احمد فتحي هو اللي يبقى موجود في المباراه دي يعني. بما اننا اتكلمنا عن التشكيل شويه، مثلا تتوقع بقيه تشكيل النادي الاهلي ايه، خصوصا في ظل التغييرات العديده اللي بيعملها مستر فايلر في التشكيل في كل مباراه يعني؟ ولا ما تقدرش؟ مستحيل ان انا اتوقع تشكيل مستحيل ان اتوقع تشكيل النادي الاهلي، لان انا قلت لك في المباريات اللي زي دي ورقه او ورقتين لازم هيتغيروا، ده طبيعي. ما ورقه او اتنين بالظبط. ليه بقى هيغير؟ لان هو الحسابات هنا، مين اللي هيبقى معايا على الدكه، مين اللي هيلعب من الاول، طب اخلص كل واحد ليه استراتيجيه، انا اخلص اجيب جول من الاول اخطف وانام عليه بلغه الكوره، او ان انا دي لقطات من وصول بعثه النادي الاهلي، لقطات خاصه بالقناه عندنا طبعا، ورمضان طبعا، ورمضان موجود مثلا. بنتكلم عن الناحيه النفسيه، متاكد ان رمضان ما يبداش اساسي لانه راجع من اصابه ولسه ما لعبش، فاعتقد ان جهاز هيحافظ عليه. ولكن نفسيا وجود رمضان على الدكه نفسيا، لو انت محتاج من رمضان نص ساعه يقدر يديها لك طبعا. الحاجات دي مهمه جدا يعني. ده امر غايه في الاهميه. في المقابل نادي الزمالك التشكيل بتاعه هيكون ثابت للعب بيه مباراه مثلا الترجي؟ مش هيقدر يغير على الترجي الا اذا كان في اجهادات، او لانه برضه في عامل سلبي جدا على انه الزمالك رجع من قطر على مصر، ومن مصر على هيسافر على الامارات، فمع لعب مباراه قويه جدا ده ممكن يبقى ليه مردود عضلي سيء شويه او سلبي عند لعيبه، عند بعض لعيبه نادي الزمالك تمام. ده ممكن يخلي الراجل يغير شويه في فكره، وهو دايما كارتيرون بيغير شويه في فكره في اللعيبه. لكن كفرقه خلاص، اللي انا ماتش الزمالك الحاجه الايجابيه المهمه فيه قبل ماتش السوبر ان هم الثقه يعني، رجعت لهم الثقه معنويا يعني. معنويا واعتقد ان ده اللي هيتقل ماتش السوبر المصري يعني. طيب ده فيما يتعلق بالمباراه، واللي ليها جوانب اخرى كتير جدا يعني. مثلا عايز اتكلم معاك شويه عن كهربا وتالقه في المباراه الاخيره امام المصري. ممكن كهربا يبتدي كاساسي من وجهه نظرك ولا صعب شويه؟ هو ورقه رابحه في الاول كهربا اعتقد، وهو مش اول مباراه بين الاهلي والزمالك، وخصوصا انتقاله من الاهلي هنا، فاعتقد ان هو حسب سير المباراه وحسب نتيجتها في مدرب ممكن يجازف. اتوقع فايلر ان هو يحافظ عليه وبحيث ان هو ينزله ياخد منه اللي هو عايزه في الوقت المناسب يعني، لانه كهربا انت عارف طبيعه الجمهور المصري ما عندوش ثقافه الاحتراف ان ده يروح هنا وده يجي هنا. فممكن ان هو يجنبه بعض الامور في بدايه المباراه لحين رؤيه نتيجه المباراه، وفي الاول في الاخر ان هو القرار هيبقى ليه. لكن انا وجهه نظري كهربا يبدا يقعد، هو في كل الحالات مفيد جدا للنادي الاهلي طبعا. في كل الحالات هو عامل فرق كبير جدا، بالعكس هو هيبدا اساسي الفتره اللي جايه حتى لو مش مباراه الزمالك هيبقى اساسي، لانه بيقدم مردود طيب جدا كهربا، وهو لعيب من احد الاعمده في الكره المصريه يعني من وجهه نظري. طب انا عايز اطمن من خلالك على الجوانب التنظيميه الخاصه بهذه المباراه. شوف الجوانب التنظيميه الخاصه، هو التنظيم طبعا اتحاد الكوره وكان متفق عليه مع مجلس ابو ظبي، هم هيبقوا مسؤولين عن التنظيم، كل الامور تمت على ما يرام.
معظم التذاكر النادي الاهلي اتباعت، بعضها قليل لسه من نادي الزمالك ما اتباعش، ولكن اعتقد ده مفيش مشكله في التذاكر. مفيش مشكله، بص احنا بنختلق المشاكل واحنا اللي عايز اقول لك على حاجه، اللي عايز يحضر ماتش يحضر، اللي مش عايز ما يحضرش ما يحضرش. الناس عماله تتكلم، دي الكره في الاول وفي الاخر متعه يعني. ما احنا شفنا الجمهور بيساند الزمالك مع الترجي، بنشوف الجمهور بيساند. بس معلش يا احمد اقطعك ثانيه واحده، دي لقطات وصول اتوبيس النادي الاهلي فندق الاقامه نقلا طبعا عن قناه ابو ظبي منذ قليل تحديدا. وطبعا احنا عايزين نشكر قناه ابو ظبي على التغطيه الحياديه المميزه جدا جدا بخصوص مباراه السوبر ما بين الاهلي والزمالك يعني. فدي لقطات حاليه بخصوص او من دقيقه قليله جدا بخصوص بعثه وصول بعثه النادي الاهلي مقر الاقامه. اتفضل يعني. طبعا انا بضم صوتك، بشكر قناه ابو ظبي على اللي بتعمله، وعلى من الناحيه الاماراتي الجانب الاماراتي كله بصراحه طبعا 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 مع الجانب المصري بيعملوا شغل هايل بالنسبه لنا. كنا بنتكلم انه التنظيم هي، انا بس يعني حابب اروح لنقطه ثانيه في موضوع التنظيم. اتفضل. وخصوصا يا احمد انت كنا فاكر دخلت معايا مداخله مره واتكلمنا بخصوص ان المباراه كانت ممكن تتلغي لان في مشاكل ما بين ده حقيقي نوضح برضو ووضحت الامور، لانه كان في خلاف بين الشركه الراعيه وبين اتحاد الكره، انه اتحاد الكره ليه حقوق، الشركه الراعيه لها حقوق. اتحاد الكره حقوقه بتتمثل في ان انا اللي بعت تذاكر وكان اخذ فلوسها يعني اتحاد الكره، انه انا المسؤول عن التنظيم، مسؤول عن اختيار مكان المباراه، الشركه الراعيه ليها حق البث التلفزيوني والاعلانات. كان حصل خلاف، ولكن عايز اقول لك انه بعد اتحاد الكره ما باع الدعوات ب 3 مليون درهم اقتص منها جزء بعد خلافه مع الشركه الراعيه ومنحه للشركه الراعيه، بالرغم ان هو تمسكهم ببند انه حقهم طبعا ان بيع التذاكر حق الاتحاد الكره حق اصيل طبقا للتعاقد. تمام. لكن ده ما كانش بيحصل. لما حصل ازمه ومشكله اقتصوا نصها يعني وادوها للشركه. مين اللي كان عنده حق يعني؟ ما هو الموضوع مش مين كان عنده حق، الموضوع كان بيمشي. بص طبقا للعقود يعني، طبقا للعقود نفس العقود دي ما اتغيرتش، بس مجالس الادارات اتغيرت سواء في الشركه الراعيه او في اتحاد الكوره. فالبنود هي هي، ولكن الخلاف بقى حول تطبيق هذه البنود كان بيختلف من مجلس لمجلس. طبعا. انه ده حقك ده حقي، ان انا متساهل هنا شويه، ان انا هنا متصالح شويه. اعتقد اللجنه كانت حازمه شويه، في اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره ان هي حازمه تاخد كل الحقوق. ولكن تراجعت شويه لما حصل الازمه يوم ما اتكلمنا في المداخله. انا بس يعز عليا انه نلعب مباراه يوم 20 يوم 20 الشهر دوت مع الزمالك مع الاهلي بحضور 29 او 30 الف مشجع. مفترض لو لعبنا القمه ده، لو يعني احنا هنلعبها ب 30 مشجع يعني. ده قصدك مباراه القمه بتاعه الدوري يعني. بتاعه الدوري. انا حابب اعلق هنا تعليق انه بص، مباراه الاهلي والزمالك دي الفرح بتاع الدوري المصري طبعا. ما ينفعش ان انا اجي في الفرح وابوظه يعني. كل فرح بيتعمل لازم يتعمل عليه مشكله، لازم ماتش كوره ده. ده هو ده الكريز بتاعه الليله كلها، لازم الناس كلها تتمتع، لازم الجمهور. احنا كنا القمه الاولى في الشرق الاوسط والوطن العربي وافريقيا. اعتقد ان احنا ممكن نكون وصلنا للقمه السادسه او السابعه. مش تقليل من الاهلي والزمالك، ولكن تقليل من المنتج اللي بنصدره للناس بره. سواء بتأجير مباراة كل فتره بعدم حضور الجماهير هنا في مصر من الاول خالص، طبيعي انه الناس كلها عارفه انه ماتش الاهلي والزمالك هيتلعب يوم 20 تمام، اللي هو بتاع السوبر ماتش. مش بدافع عن حد ولا بتكلم على حد، ولكن طبيعي الناس كلها عارفه انه ماتش سان داونز والترجي مع الاهلي والزمالك برضو يوم 28 ويوم 29. انا لما اكون مسؤول معين في مكان ما واجلت للاهلي والزمالك ماتش انبي وماتش المصري في الدوري قبل 3 4 ايام من الجوله الاخيره من المجموعه، ما هي نفس دوري الابطال يعني. انا اجل في دور يعني اقل نسبيا من الدور اللي بعديه واجي على ماتش قمه، هيتاجل المباراه. هتتاجل. ما هو بص هقول لك، خلينا نحط النقط على الحروف. اذا لم تاجل المباراه الزمالك مش هيلعب الماتش مبدئيا. ازاي يعني؟ اقول لك ازاي. انت هنا هتلعب يوم 24 وهتلعب يوم 28 الزمالك. فرق 4 ايام يعني. تمام. الاهلي هيلعب يوم 29 فرق 5 ايام. ما بتكلمش على الفرق لانه الفرق هم الاثنين جايين من سفر ومش فرق كبير، ولكن ده في عرف كره القدم اليوم بيفرق يعني. تمام. بس انت ليه عملت الماتش في الوقت دوت؟ ومش بقول ان انا مش بطالب انه يتاجل على فكره. انت عايزه يتلعب؟ انا عايزه يتلعب. ولكن طالما انه احنا ماشيين على خط وبنسيب خط، فخلاص انا شايف مصلحه للكره المصريه بدل ما نطلع. وانا بقول لكم من دلوقتي هنطلع نقول مصلحه للكره المصريه وعشان الانديه اللي مشاركه هناجل المباراه. فكان من الاولى انه ان احنا نعمل دوت. كان من الاولى رفع الحرج عننا كاداره للكره المصريه. انه ما ينفعش اعمل فرح بالمعازيم دي كلها في بلد تانية واجي هنا اعمل الفرح من غير معازيم. ده اللي انا عايز اوصلك ليه. ما ينفعش، لانه
خلاص الناس كلها يا جماعه للمره المليون الجمهور لازم يكون متواجد طبعا، والجمهور بيبقى متواجد بيشجع والجمهور عليه عبء وعليه عامل كبير جدا. بس احنا نقدر نامن اي حاجه يعني في احنا حاجة. احنا طبعا. احنا عملنا بطولتين يعني بينضرب بيهم المثل الناس صح. بتاخد راينا النهارده في الكاف انه هل الدوله المصريه محتاجه تنظم دوري الابطال او الكونفدراليه يعني اذا لم يكن نفسهم ان احنا بيبقى عايزين ننظم بالظبط تخرج بالشكل اللي دايما بيخرج. مقر الكاف مستمر في القاهره ومكمل الدنيا عندنا خلاص، ليه بقى احنا العراقيل دي فين؟ ما احنا بنعمل وبننظم ما بيحصلش اي مشاكل والتذاكر بتتعمل وتذكرتي خلاص عايزين نمشي عايزين نجري مع الناس بقى. الناس احنا ايه احنا كنا راكبين معاهم الطياره عمالين ننزل ونركب حاجات تانية بتمشي براحتها فخلاص هنفضل لحد ما نمشي على الارض يعني. طيب جزئيه تاجيل المباراه، لو مثلا نادي زي نادي الزمالك طلب تاجيل المباراه والاهلي ما طلبش والاهلي مش هيطلب برضه عشان تبقى عارف المعلومه دي، ايه الوضع هيبقى ايه؟ اتحاد الكره هيتصرف ازاي؟ اتحاد الكره هيشترط انه يبقى خطاب مكتوب من الناديين لتاجيل المباراه اولا في كل الاحوال، في كل الاحوال لازم الناديين في كل الاحوال يكون. لان هو اتحاد الكره احنا عارفين انه الاهلي او الزمالك مش ده في العالم كله ولكن هم الاقوى على الورق وفعليا من اتحاد الكوره، فبالتالي اتحاد الكوره بيتعامل بحرص مع الناديين خشيه بقى الجمهور الاعلام الدنيا ده مش صح برضه ولكن أكيد مش صح. ولكن خلاص انتوا هم ارتضوا الوضع دوت. انا شايف انه لو الاهلي برضه رفض هيبقى في حلول وسط يعني ازاي ان هو الماتش يتاجل لانه ايه الحل الوسط في كده ان الماتش يتاجل؟ ما فيش حل وسط، ما انت دلوقتي بتقول لازم الاثنين يخاطبوا اتحاد الكره بطلب التاجيل بالزبط. الاهلي والزمالك، الزمالك هيطلب طبقا للكلام اللي خارج من مسؤولي نادي الزمالك، الاهلي مش هيطلب طبقا للكلام برضو اللي خارج مثلا من كابتن سيد عبد الحفيظ امبارح كان ليه تصريحات اعلاميه، فالحل هيبقى ايه في التوقيت ده؟ خليني اقول لك ان نتيجه ماتش السوبر هيبقى لها عوامل كبير جدا. طب اديني نتائج مباراه السوبر والحلول اللي ممكن تحصل لو مثلا الاهلي كسب او الزمالك كسب، يعني ايه النتائج؟ اعتقد انه الزمالك لو كسب المباراه هو برضو مش هتفرق معاه قوي يتمسك بالتاجيل او لا، كده كده الدوري رايح منه يعني. تمام. الاهلي برضو لو كسب ممكن يبقى فيه مرونه شويه، انا شايف ان هو يبقى فيه مرونه ان هو ياجل المباراه دي خصوصا ان هو هيبقى اصل المباراه انت طالع مباراه برضو تقيله، اهلي وزمالك تقيله، اهلي وزمالك مهما كانت اتقل من الدوري كفايه الشحن الذهني والعصبي واتقل من اي مباراه ثانيه يعني. اكيد هتاخد لها اربع خمس ايام اللعيبه بس تعمل ابديت. انا دلوقتي سؤالي واضح يا لو الزمالك طلب او الزمالك طلب اوريدي هو الزمالك طلب فعلا اوكي والاهلي ما طلبش تمام وانت بتقولي لازم الفرقتين يطلبوا ان هم ياجلوا المباراه الحل هيبقى ايه في التوقيت ده؟ اتحاد الكره هيتعامل ازاي؟ قاعده بقى والوزير يتدخل ونفس الموال بتاع كل سنه وتتاجل في الاخر برضو او ملهاش حل غير كده يعني. هم واخدين قرار ان هي تتاجل. مين هم اللي واخدين قرار؟ اتحاد الكره عنده النيه خلاص ان هي تتاجل. طب ما هو اعلن من كام يوم ان المباراه في عدن. طب ما كل حاجه بتتعلن ما بتتمش وبتتغير بقى. لا كل حاجه وانت ما الفار قالوا ان هو يتطبق في بدايه الدور الثاني وانا شايف ان الفار هيتطبق ولكن في مشاكل كتير جدا لسه في الفار. وانا من عندك من هنا بنوه وبنبه وبقول انه يا جماعه ما ينفعش نسلق اي حاجه بنعملها. نسلق شايف ان هم متسرعين في تطبيق التقنيه. السلق بيتعمل في تطبيق تقنيه الفار. انتوا كلجنه محترمه قلتوا هتطبقوا الفار وده احنا مجهود بنشكركم عليه. تمام. لكن انك تطبق تقنيه الفيديو برخص ل 27 حكم مصري منهم حكام لم تدير مباريات في الدوري المصري اصلا ولا الناس كلها اصحابنا وحبايبنا، لكن لما تبقى قايمه فيها مبدئيه جايه من الاتحاد الافريقي فيها 18 او 19 اسم انه يبقى فيها مش هجوم على حد ولكن بنوضح طبعا الموضوع مبني على اسس غير سليمه. الاسس السليمه اللي بيتبعها الاتحاد الدولي انه التطبيق العملي دوت عشان انا اطبق عملي ما اجيش اطبق في ماتش مع احترامي كل الانديه فاركو بلديه المحله ماتش ودي على استاد القاهره العب بثلاث اشواط من ثلث ساعه. لا التطبيق العملي دوت ان انا بين الدوريين اعمل دوره وديه لبعض الانديه الدوري الممتاز اللي عايزه تلعب دوره وديه بعيدا عن الاهلي والزمالك وابدا اطبق التقنيه. طب احنا ما عندناش وقت بين الدورين اصلا. بين الدوريين. الدوريين. بين الدوريين. ما ينفع دلوقتي هو مش مشكوره اللجنه جابت الفار خلاص جه الفار والاجهزه وقرض تمويلي وخد بالك انه القرض التمويلي اللي هو قرض اسمه قرض تاجير تمويلي. انه تكلفه الفار في ست شهور 700,000 يورو وكمان ثلاث سنين ب 4 مليون يورو يعني بنتكلم في 5 مليون دولار بنتكلم في 90 مليون جنيه دي ديون على اتحاد الكره الحين حاله الامر لك. خليني اقول لك انه هيحصل مشاكل وازمات في حقوق الرعايه وتعارض بين الشركه الراعيه الفار والشركه الراعيه لاتحاد الكوره ده كله لسه قدام شويه هنقراه قدام شويه ولكن
بعض الحكام بيتواصلوا معايا وزعلان جدا. من ايه؟ انه بدون ذكر اسماء الحكام اللي بيتواصلوا، انه امير زعلان انا ازاي ما اكونش موجود في القائمه بتاعه الحكام اللي خدت الرخصه وانا حكم دوري ممتاز في الوقت اللي موجود خالد جمال الغندور. بيتم اختيارهم على اساس ايه طيب؟ ما انا بقول لك الاسماء اهو. خالد جمال الغندور. في الوقت اللي موجود عمرو احمد الشناوي. اصبح انه انت هنا قبل ما تنجح التقنيه انت بتهدها وتهمدها بنوع من انواع عدم العداله يعني. فنوع من انواع عدم العداله، الحكم ما يقدرش يطلع يتكلم. بالظبط. ليه ما يقدرش يطلع يتكلم؟ لانك مباشره حضرتك قبل ارسال القائمه بايام اصدرار وقلت انه اللي هيطلع يتكلم على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا هيبقى موقوف، زي ما حصل مع جهاد جريشه. وطبقت ده على اكبر حكم عندنا في القاره او في مصر. وكان بيشرفنا الحكم جهاد جريشه. انا مش بدافع عن الحكام على قد ما هو بنديهم حقهم، هم بيخطئوا. التساؤلات كلها منطقيه الحقيقه. بالظبط. يعني حد يطلع يرد ليه الناس دي، والناس دي ما لعبتش دوري ممتاز يعني. الناس دي ما لعبتش دوري ممتاز، لعبت كاس مصر، ما قدرتش ولا مباراه في الدوري الممتاز، لعبت كاس مصر مباريات مثلا هنا مع المصري. اعتقد محتاجين وقفه كبيره جدا عند الفار. وانا بنبه وخليك فاكر ان احنا هنتقابل قريب، انه اذا تطبق الفار في يوم واحد ثلاث مرات محتاج 12 كاميرا في كل مباراه. هو قال لك الحد الادنى 6 كاميرات. 6 كاميرات. الحد الادنى دوت لو اتعمل 6 كاميرات انت هتطلع الخطوط الطولي والعرض ازاي؟ ما انا عايز افهم 6 كاميرات. لا، انت إيه؟ محتاج في الحقيقه محتاج كاميرات اكتر من 6. لكن هم قالوا لك حتى في المؤتمرات اللي بيعملوها الخاصه بالتعريف بالفار، مثلا كان في مؤتمر للاعلاميين من كام يوم، فقال لك لا، الحد الادنى لتطبيق التقنيه هو 6 كاميرات، ومفيش مشكله ان التقنيه تطبق من خلال 6 كاميرات. لكن لو في اكتر من كده هيبقى ده على حسب كل ملعب، لما يبقى في كاميرات اكتر من كده هتجيب زوايا مختلفه وهتساعد بشكل اكبر. لا، كاميرات ونوع الكاميرات وعدد قليل جدا. انا شايف انه عدد قليل جدا، 6 كاميرات على 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 ان انت تعمل ايه؟ ده انت اساسا لو غطيت الملعب ورا ورا الجون ادي كاميرتين وكاميرتين في نص الملعب هنا والناحيه، مش تقدر تغطي الملعب كله. ما تقدرش. انا شايف انه في مجازفه، ان احنا مستعجلين. طب علشان مستعجل سببه ايه؟ عشان احنا قلنا، عشان اعلنا عن تطبيق، عشان قلنا ان احنا هنطبقها. لا بالعكس. وبعدين يا جماعه، ما نحط الامور قدامنا نظريا، وانا مش من ضمن، مش مع الناس دي، الكره ما لهاش كبير. بس نظريا الاهلي خد الدوري. ليه بقى انت بتجازف وليه يا عم؟ اعمل الدوري، طبقه، ما يكونش رسمي لحد اخر 4 5 جولات يكون فيهم حسم او فيهم مشاكل. لكن ما تجازفش وانت مش مطلوب منك المجازفه. انت كتر خيرك عملت التجربه وجبتها وظبطت كل حاجه. سلمها اللي جاي بعدك. لانه اللي جاي بعدك هيعمل مشكله على العقد اللي انت عملته. بالظبط. فبس خليك فاكر الكلام ده عشان هنرجع له تاني بعدين. ده قدام شويه اكيد. بس بما ان مثلا انت بتقول الاهلي نظريا حسم بطوله الدوري، لكن في منافسه ايضا في قاع الجدول، فممكن يكونوا عايزين يطبقوا التقنيه عشان كده. ما انا بقول لك انه ياجلوها لحد اخر 4 5 جولات في الدوري لو هيبقى في صراع لسه لحد الفتره. بعد هيقول لك عدم تكافؤ الفرص والكلام ده. وايه تكافؤ الفرص اللي بيقول ان انا ما طبقتش الفار في الدور الاول اطبقها في الدور الثاني؟ افرض فرقه مثلا زي اي فرقه مثلا كان ليها ضربه جزاء الدور الاول ما اتحسبتش وجت اتحسبت عليها الدور الثاني بالفار، صح؟ فين نوع فين تكافؤ الفرص اللي بيقولوا الفار؟ انا شايف انه اصلا مبدا من مبادئ اخلال تكافؤ الفرص هو تطبيق الفار، لان انا ما طبقتش في الدور الاول. ما ينفعش ان انا الاهلي يلعب الدور الاول مثلا مع انبي قالوا من غير جمهور، الدور الثاني اجي اقول بجمهور، ما هو ده نوع من انواع عدم تكافؤ الفرص يعني. فلا بالعكس، انا معاك في اللي انت بتقوله، انه ولكن ما فيش مبدا تكافؤ فرص خالص يعني. الموضوع بعيد تماما عن الموضوع ده. طيب هنشوف ايه اللي هيحصل بخصوص تقنيه الفار، واتكلمنا كمان بخصوص تاجيل مباراه القمه. احمد عبد الباسط بيقول من خلال معلوماته ان يعني اتحاد الكره واخد قرار ان المباراه تتاجل، صح؟ ده حقيقي. ده اللي حقيقي. وهم واخدين قرار مش عايزين، مش قادرين ان هم هيصرحوا بيه ازاي. هو لكن اذا طلب الاهلي، وخليني اقول لك برضه، انا اتكلمت مع الاهلي مش هيطلب. انا اتكلمت مع مصدر مسؤول في النادي الاهلي قال لي ان الموضوع في ايد فايلر يعني. ففايلر ممكن هو الراجل صاحب القرار الاول والاخير يعني، انه فنيا بالنسبه للعيبه وبدنيا ممكن يقول ان انا اجل المباراه او ما اجلهاش. الكلام اداريا غير فنيا، انت عارف يا امير انه حاله اللعيبه. فاعتقد انه لسه خلينا لبعد السوبر، هيبقى في كلام كتير جدا هتشوفه يعني. اكيد اكيد باذن الله. دي لقطات ايه يا جماعه؟ دي لقطات الاهلي بنعيدها تاني، وصول الفريق لمقر الاقامه من دقائق. طيب بالعوده لمباراه السوبر يا احمد، وتم الاعلان عن ان في كره رسميه لهذه المباراه بخصوص تعاقد اتحاد الكره او اللجنه الخماسيه مع احدى الشركات العالميه اللي هتوزع الكور على الفرقتين واللي هتكون متواجده في مباراه السوبر. معلوماتك بخصوص موضوع الكره، وهل الكره دي فعلا هي اللي هتكون الكره الرسميه لما تبقى من بطوله الدوري بدايه من الدور الثاني؟ هو ده الطبيعي ان احنا نعمل مش لما تبقى من الدور الثاني، هي اتبعتت من الشركه الراعيه للملابس لاتحاد الكره يعني، هي اللي بعت. تمام. طبيعي، هو كان متفق عليها من بدايه الموسم لكن هي ما جاتش. هم قالوا عايزين يعوضوا بيها الدوري ويبعتوا للانديه كلها.
لكن ان هي نكمل بيها الدوري، عايز اقول لك على حاجه، انه بعض الانديه كنت بتكلم معاهم من فتره تم العرض عليهم الكره دي يلعبوا بيها وكده، فهم قالوا لا بلاش والكلام ده. فهم ليه؟ قالوا مش حابين النوع ده بالذات يعني من الكره دي، اه بدون دعايه يعني او اسم الشركه. لكن اتحاد الكره عنده النيه ان هو يلعب بيها الدوري الدور الثاني. وانا شايف انه في كل العالم كل الحاجات دي موحده، احنا متاخرين جدا بالزبط. احنا لسه عندنا هنا بنشوف لعيبه، وكان في وعد ان احنا نبتدي اصلا الموسم بكره خاصه بالدوري يعني. بالظبط، وده الطبيعي. وعايز اقول لك على حاجه يا امير، كل الحاجات دي نوع من انواع تكافؤ الفرص. بالظبط طبعا، كل طبعا. الحاجات دي بص، اي حاجه مهما كانت صغيره نوع يعني، انا لما العبك الدور الاول على ارضك واجي الدور الثاني على ارضي، مش العبك هنا ارض محايده وهنا ارض، الحاجات دي احنا مبدا تكافؤ الفرص لا يطبق على الاطلاق في الدوري المصري، على الاطلاق خالص. لا يطبق في الدوري المصري، لا يطبق على الاطلاق. تلاقي بص الحكم، بتلاقي حكم خمس ست ماتشات لفرقه واحده، وحكم تاني ما اعرفش ايه، وهكذا. والقرارات بتؤخذ بشكل العند، وان انا اقدر امشي كلامي، وان انا خالص يعني. عشان كده بقول لك المنتج بتاعنا بيتراجع جدا، محتاجين ان احنا نسبق شويه، محتاجين. طيب الكره دي هيستمر العمل بيها؟ هيستمر، هم عندهم ان هو يستمر العمل بيها. الكور يعني يستمر حسب طبعا حفاوه الاستقبال باينه جدا طبعاً. يعني من جماهير النادي الاهلي ومن الشعب الاماراتي بالكامل، ويعني امر مفروغ منه، معتادين عليه دايما من خلال تواجد اي بعثه مصريه في الامارات بشكل عام. الكوره برضو حاجه بتبروز بشكلنا بره، الناس بتقابلنا كويس جدا طبعاً. الشعب الاماراتي احنا في بلدنا طبعا. بالظبط، شايف انه الحاجات دي كلها هي اهم حاجه يعني بنكسبها من الكوره. ولكن انا صعبان عليا المنظر ده اشوفه بره، بس عايزين نشوفه هنا يعني. نتمنى باذن الله تعالى، ده امر هيكون مهم جدا، وكله هيكون في صالح الكره المصريه. استقبال البعثه، بعثه النادي الاهلي ده عند اعتقد مقر اقامه الفريق دلوقتي. يعني جمهور الاهلي موجود في كل مكان، وان شاء الله باذن الله يفرح بعد انتهاء المباراه يوم الخميس القادم. اتكلمنا عن بعض الملفات المحليه، واتكلمنا عن كمان النادي الاهلي واستعداداته لمباراه السوبر. انا عايز اتكلم معاك شويه عن منتخب مصر والكواليس والجديد بخصوص المنتخب الاول المصري. الجهاز الفني كله هيكون موجود في مباراه السوبر ولا لا؟ مش هيروح. مش هيروح خالص؟ لا، كابتن حسام اعتذر مش هيروح. ليه مش انت بتضحك ليه؟ اعتذر ليه؟ قول في سبب معين؟ يعني هو سبب حاله هو مش عايز يعمل عبء او ضغط على اللعيبه. انت متاكد من السبب ده؟ طبعا يعني. والله حاسس ان انت مش متاكد. عندك سبب تاني مش عايز؟ انا متاكد انه مش هيروح خلاص. اوكي، هو ماشي مش هيروح، السبب ايه؟ هو عشان مش عايز يعمل ضغط على اللعيبه واهلي وزمالك، وانا مدير فني منتخب، وانت فاهم الكابتن حسام شويه. طب ما هو بيحضر ماتشات الاهلي والزمالك هنا. بيحضر، ما يعني ماتشات الاهلي في الدوري. هو هيحضر زي. هيحضر سان داونز والترجي على فكره يعني بالمناسبه. فهو مش هيحضر. وخلينا نتكلم في اللعيبه يعني شويه، انه إيه؟ الناس بتزعل لما حد بيتكلم، وانا بصراحه مش ضد منتخب مصر خالص يعني. انا بالعكس، ما فيش حد ضد منتخب مصر. يعني احنا بالعكس لما بنيجي بننور حاجه معينه عشان مثلا نساعدك في حاجه. ولكن لا، هو خلينا انه الكابتن حسام طبقا لكلامه يعني، هو كلامه معايا انا شخصيا، انه مش هيروح عشان خاطر هو مش عايز يعمل عبء او ضغط على لعيبه الاهلي او الزمالك. بس معلش، الاجابه دي غير منطقيه اطلاقا يعني. هو انا برضو قلت كده، قال لا انا خليني بعيد، والماتش وشحن واجواء والدنيا. ف حاجه غريبه بصراحه. طب بقيت اعضاء الجهاز الفني، في كابتن طارق مصطفى رايح، هو على مش رايح شغل، هو رايح عشان يعني الماتش اللي قبل المباراه ده ما بين الاهلي والزمالك، قدام الاهلي والزمالك ولا هو غالبا مش هيلعب فيها، هو كابتن سيد معوض اللي هيلعب فيها. فكابتن سيد معوض رايح يلعب، تمام. كابتن طارق مصطفى راح اتفسح، تمام. والكابتن حسام هنا بقى في مصر في ماتش المقصه بيتفرج عليه من شويه. خليني برضو انه نتكلم، هو كده مش عامل عبء على لعيبه نادي المقصه مثلا؟ المقصه بتلعب مين؟ مصر غالبا والجيش او مين مش فاكر. لا ما فيش عبء ولا حاجه، ما هو مش هياخد منهم حد. ف المقصه والجيش. اصل معلش يعني اجابه مش منطقيه يعني السبب الحقيقي ايه؟ طيب قول لنا يعني. والله انا ما عنديش سبب حقيقي يعني. ما هو ما قالكش سبب حقيقي يعني. هو ده اللي اتقال لي. هو اختفى بالسبب ده. هو ده اتقال لي، وعملتها كمان في شغلي في جورنال يعني، كتبت انه اعتذر. حاجه غريبه بصراحه. الاهم انه بيفكر ازاي في اللعيبه الكابتن حسين بدري اللي جاي. ازاي؟ هيبقى معاه الست لعيبه بتوع بيراميدز هيرجعوا تاني اللي كان استبعدهم اخر مره. تمام. بحيث ان القايمه تكتمل شويه. عندهم تفكيرين على بعض الاسماء. اهمهم وليد سليمان، ان وليد سليمان يبقى موجود الفتره اللي جايه. فعلا. ولكن الخلاف على حاجه واحده، على سن وليد سليمان. فرؤيه الغالبيه داخل الكابتن حسام قال لهم انا بحب وليد كشخص وكلاعب. وكان بيعتمد عليه دايما لما كان ماسك النادي الاهلي. ده حقيقي، ولكن انه الجهاز قال طب ما نجيبه ناخد منه التلت ساعه اللي بيديها لنا حسام وليد سليمان. بجانب ان هو الجرعه النفسيه اللي
يزرعها في اللعيبه والناس اللي هتعلم منه والروح. فهو بيفكر في دوت ان هو يبقى موجود المعسكر اللي جاي. ده هيتوقف على انه اللعيبه اللي هتبقى في المكان دوت اياميها في حالتهم عامله ازاي. تمام. هل هيحتاج منهم ولا لا؟ لانه هو عينه على واحد زي عبد الرحمن مجدي في المنتخب الاولمبي، عينه على رمضان صبحي، عينه على مصطفى محمد، فهو محتاج الناس دي يدعم بيها المنتخب الاول. كمان هو بيفكر في موضوع وازمه بالنسبه له، عمرو ورده. هل ان انا اجيب عمرو ورده؟ على فكره عامل ماتشات جامده جدا في يونان في جدا الحقيقة. وهو الجهاز كلهم عايزين يجيبوه، ولكن قلقانين من رد فعل الشارع المصري، قلقانين من رد فعل المسؤولين. فهم توصلوا الى انه ان احنا الموضوع كله نعمله مع اللجنه اللي بتدير اتحاد الكوره، احنا يا جماعه هل نجيب ورده ما نجيبش ورده؟ عشان القرار من عندهم هم يعني. بس يبقى انا غسلت نفسي من القرار، سواء جه او ما جاش، او لكن فنيا هم محتاجينه. يعني فنيا هو من ضمن حساباتهم، من ضمن القائمه الاوليه اللي بتتحط، موجود في القائمه الاوليه. بالنسبه لحراسه المرمى، دخل من بعيد شويه المهدي سليمان، طلعه محمد بسام من الصوره بناء على مبارياته في الدوري، مش ما شافوش في المنتخب. عندك مركز المهاجم بالنسبه للكابتن حسام البدري، هو خلاص شايف انه هيبقى فيه مصطفى محمد بيسدوا الحته دي، محتاجه هو رمضان صبحي جدا. تحديد بخصوص مركز المهاجم، الكلام برضه على احمد ياسر ريان، في كلام على احمد ياسر ريان انه هو يبقى موجود ومحطوط في القائمه الاوليه. بالظبط، احمد ياسر موجود في القائمه الاوليه. هيشوف صلاح محسن دلوقتي برضه في سموحه، وحسب مستواه وحسب مبارياته في الدوري. هم بيجتمعوا وبيتقابلوا كتير جدا الفتره اللي فاتت دي علشان خاطر ان هو يقدروا يوصلوا لقائمه مناسبه، لانه احنا يعني بص الماتش بتاع شهر مارس مش هنقول الفرصه الاخيره للكابتن، مش الفرصه الاخيره للكابتن حسام بدري، على قد ما هو انا عايز اثبت اقول ان انا في حاجه بنقدمها للكره المصريه، في عناصر موجوده جديده، في لعيبه نقدر نتكلم عنها. وخصوصا انه اللجنه حذرت الكابتن حسام من اي نتيجه غير الفوز في الماتشين، فاعتقد ان الامور هتبقى صعبه وعبء. حذرته لانه مين هيقبل؟ ما هو محدش هيقبل. اذا كان احنا مش قابلين موضوع التعادل مع كينيا وجزر القمر، يعني الموضوع صعب في الحقيقه. مين هيقبل؟ انت حتى الماتشات الوديه ما بتكسبهاش، فاعتقد انه محدش هيقبل ان انت نبقى نتحط في مجازفه طويله الابد يعني. طيب موضوع محمد صلاح والمنتخب الاولمبي، الامور هتمشي ازاي؟ وهل ممكن محمد صلاح يكون موجود ولا الامور فيها صعوبه يعني؟ بص، هو صلاح عنده هيبقى الدوري الجديد هيبدا 8/8 عنده. بيلعبوا هنا في اتحاد الكره على انه الاولمبيات احنا طموحنا محدود شويه، فاحنا مش هنوصل، فيجي يشارك معانا اول ثلاث ماتشات بالفكر دوت يعني. احنا بتدار الامور للاسف، ولكن محمد صلاح موافق وعايز يلعب في الاولمبياد. عايز وهو طبعا. ابلغ استاذ عمرو الجنايني لما كان معاه، وابلغ الكابتن شوقي غريب ان هو هيبقى موجود. والثلاث لعيبه اللي الناس كلها بتسال عنهم، هو الكابتن شوقي غريب استقر عنهم. وبعدين الموضوع مش محتاج كيمياء، انا هقول لك الجهاز الفني المنتخب الاولمبي بيفكر ازاي لو معاك وقت. قولي. انه انا معايا ثلاث حراس مرمى، محمد صبحي، تمام، عمر رضوان، عمر صلاح، الثلاثه ما بيلعبوش فعلا، فخلاص انت كده حارس مرمى. فانا خلاص معايا محمد الشناوي. ماشي، ادي رقم واحد. نمره واحد. نمره اثنين، انا عندي ناس في قلب الدفاع، عندي بيكهام، عندي محمد عبد السلام، في عبد السلام، في الجزار، في شويه بيلعبوا في شويه ما بيلعبوش، في اسامه جلال. اسامه جلال طبعا، بس اسامه ما بيلعبش دايما باستمرار، وده برضه عامل قلق دايما بديل في NBA. فهو شايف الحته دي ان انا اعطلها شويه وانزل حته نص الملعب، محتاج حد مع اكرم توفيق اللي يبقى في نص الملعب، بس مش بنفس ستايل اكرم توفيق. هو هيقعد اكرم توفيق لو خد طارق حامد، فهو بيفكر في طارق حامد في الحته دي، تمام، بحيث ان هو يبقى عنده كريم نيدفيد رجع له، وعنده بعض اللعيبه اللي كانت مش موجوده، محمد محمود لو رجع، عنده بعض اللعيبه لو رجعت تسد له المكان ده مع لعيب زي طارق حامد، تمام، مع محمد صلاح. طب في ناس ممكن تقول لك طب فين تريزيجيه؟ انت عندك رمضان. حد هيقول عند رمضان في حاله لا قدر الله انه رمضان مش جاهز، او اعتذار محمد صلاح، هيبقى تريزيجيه. اصابه اي حد في اي مكان في الملعب، والكابتن حسام البدري شوقي غريب محتاج اي لعيب، هيكون لو وجود صلاح والشناوي وطارق، هيكون التضحيه بطارق حامد في الحاله دي يعني. رقم واحد اللي هيضحي بيه انه لو محتاج تريزيجيه او محتاج احمد حجازي هيبقى طارق. لكن مفيش خلاف على الشناوي ومحمد صلاح، خلاص مفيش خلاف عليهم ولا على طارق حامد، ولكن اذا في تضحيه زي ما بقول لك احتاج حسب الكابتن شوقي غريب محتاج ايه. ابو حميد نورتنا وشرفتنا، بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك، والحلقه كانت هاديه وحلوه كده النهارده. لان في معلومه انت برضو ما اتكلمناش فيها بشكل مستفيض بخصوص كابتن حسام البدري، ان هو ما راحش، مش هيروح الماتش، يعني الموضوع غريب بالنسبه لي شويه، لكن المهم انت انا عارف ماشي. كان ضيفنا العزيز النهارده احمد عبد الباسط، الناقد الرياضي الكبير، واتكلمنا معاه في بعض الملفات سواء محليا
او كمان فيما يتعلق بمباراه الاهلي والزمالك في مباراه السوبر، وكمان فيما يتعلق بالمنتخب الاول والمنتخب الاولمبي. دي كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، بكره حلقه جديده ومتابعه مستمره لكواليس النادي الاهلي في الامارات وما قبل مباراه السوبر. ان شاء الله نتمنى فيها كل التوفيق للنادي الاهلي. استنونا حلقه جديده من كلام في الميديا بكره ان شاء الله. الى اللقاء.